صباح على حضراتكم، صباح الخير وبدايه الاسبوع عشان الصبح في الاهلي. والنهارده يمكن بنبدا الاسبوع بس عندنا مباراه في غايه الاهميه، هنتكلم اكيد عن كل تفاصيلها، بس خلونا في البدايه نرحب بحضراتكم. بونجور. بونجور جدا، صباح الفل عليكي وصباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، واهلا بيكم في حلقه بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وان شاء الله الاسبوع ده يكون اسبوع خير علينا كلنا باذن الرحمن. كالعاده عندنا في الساعه الثانيه فقرتين حواريتين، الفقره الاولى هينورنا فيها دكتور صبحي حسنين وهو نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات. واعتقد ان الفئه العمريه دي من اولادنا ومن بناتنا مهم جدا ان احنا نتكلم عنهم وعن ممارستهم للرياضه بانتظام وبشكل نظامي، دي الفقره الاولى. الفقره الثانيه هيكون فيها اكيد حديث مطول عن ماتش النهارده، الماتش المرتقب واللي كلنا قاعدين متحفزين ليه ومستنيين ان احنا ان شاء الله نسعد مع نهايته، ماتش الاهلي وسان داونز. هينورنا في الفقره دي كابتن احمد سلامه مهاجم منتخب مصر السابق. بصوا احنا متحفزين لامر ثاني، يعني خلينا نبقى صراحه، التوقيت ده لازم. التوقيت يعني يمكن احنا اتكلمنا في الموضوع ده الاسبوع اللي فات وكتير اتكلم من زملائنا برضه في منابر اعلاميه مختلفه، بس التوقيت كان عليه مشكله. طبعا احنا عارفين هو كانت المباراه في الاول الساعه 7، بعد كده كان في كلام وكان في اعتراض طبعا من الاهلي، وكان في طلب الاهلي يقدمه للكاف، بعد كده الكاف رد ان لا مش هيحصل تعديل للميعاد، كان المفروض هنا هيكون 7 وهناك هيكون الساعه، عفوا هناك 7 وهنا هيكون الساعه 4، بعد كده في الاخر تم رفض طلبوا بقت الساعة 3 طبعا. وده شيء البعض قال لك يا كريم، مش عايز اخش في تفاصيل قوي موضوع التوقيت ده، بس البعض قال لك يعني هو ايه الحكمة، يعني ايه الحكمة لما الاهلي دايما بيلعب سان داونز تحديدا، وبتتكلم عن برضو منطقة يعني معروف عنها الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، ان انت لازم تلعبني الساعة 3 و4 العصر، مش مفهومة يعني. أنا كان هوان ده مش فاهم لحد دلوقتي إيه الغرض من ده، بس يعني خلينا نفترض حسن النية، برضه أحب دايما نفترض حسن النية، بس طبعا توقيت مش أفضل شيء أبدا. هنرجع نقول تاني لاعبتنا محترفة، لاعبتنا واخدة على ده بشكل كبير جدا، لاعبتنا بالمناسبة كانت متوقعة هذا الأمر، لكن طبعا هو توقيت لا أنت بتخدم مثلا تسويقيا عندك المباراة أو غيره، لأن الساعة 3 ده ما هوش يعني أعتقد فارق لناس كتيرة قوي إن هو لازم يكون في توقيت معين، بلس إن أصلا المباراة حسب ما أنا عرفت يا كريم هي فور فري، يعني هي هناك سان داونز عاملين الحضور الجماهيري ببلاش، فانت في الاول وفي الاخر ما فيش حاجه او غرض مثلا ماركتنج او غرض مادي معين عايز توصل له جراء القصه دي. بس على كل حال احنا بنتكلم ساعات قليله جدا، وهندخل واحد من اهم اختبارات الموسم، وهقول واحد من اهم اختبارات الموسم، فعلا عندنا مواجهه قويه جدا، مباراه الذهاب في دوري السوبر الافريقي. وليه بقول كده وليه بنقول ان هي مهمه جدا او اختبار مهم، لان انت بتتكلم عن تاريخ المواجهات بين الاهلي وسان داونز، هو اللي بيقول كده، انت بتتكلم عن تاريخ كبير جدا جدا في تنافسيه شديده بشكل كبير. كمان هنتكلم النهارده عن ابرز المحطات بينهم، وكمان حابه ان انا اتكلم شويه انا وكريم عن البطوله، انت بتتكلم عن البطوله في نسختها الاولى، وهل انت بتتكلم حقق المراد منه ولا لا، فكره مشاركه الاهلي ولا ده عبء اكبر، ولا زي ما قيل انا في حاجه لهذه البطوله علشان انا في حاجه للقيمه، قيمه الجائزه الماديه منها يعني، وده برضو على فكره مشروع بالمناسبه. فكره كمان الاقبال الجماهيري على هذه البطوله اعتقد أمر جيد جدا، على المستوى كمان التنافسي بين الفرق الثمانية برضو مقبول على درجة كبيرة جدا. فالحقيقة خلينا نقول يا كريم في المجمل هي بطولة مهمة وبطولة غالية وبطولة مهمة للنادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي بالتحديد، كمان فكرة اتخاذ هذا القرار وقرار صائب ناس كتير أجمعت عليه، المشاركة في البطولة في نسختها الأولى بالحضور الجماهيري بكل اللي كلمت حضراتكم يعني عنه. نتمنى كل التوفيق، لكن أكيد أكيد مباراة الأهلي سان داونز بيبقى ليها طبيعة مختلفة. وهرجع أقول تاني، أنا من الناس اللي فعلا عندي علامة استفهام على ميعاد المباراة 3 العصر، ليه فاهم يعني ليه؟ هو بصي بعد ما الموضوع ده اتكرر أكتر من مرة بشكل لافت للأنظار، فلو افترضنا حسن النية قد يكون في سبب ما منطقي من وجهة نظرهم على الأقل، ولكن طبعا أكيد. معظم الآراء ماشية في سكة إيه، إن هي محاولة لأريافة اللعيبة بتاعتنا، فاهمة إزاي، بشكل أو بآخر. لكن على كل الأحوال أيا كان ميعاد الماتش الساعة كام، هو الماتش كده كده ماتش قوي جدا، وإحنا مستنيين إن إحنا نشوف من النادي الأهلي اللي يتماشى مع كونه النادي الاهلي. استكمالا لكلامنا هوان، الحقيقه نفس الكلام بحذافيره ينطبق على المستوى التنافسي، لان الحقيقه الثمان انديه عندهم امكانيات كبيره جدا، نقدر نقول ان منهم على الاقل 5 على مستوى تنافسي عالي جدا. اكيد طبعا رباعي الدور نصف النهائي النادي الاهلي وسان داونز والترجي والوداد، ومعاهم سيمبا التنزاني الحقيقه برضو ظهر بشكل جيد جدا في مباراه الدور ربع النهائي امام النادي الاهلي. مباريات الدور ربع النهائي يعني عبرت فيها انديه الترجي والوداد والاهلي وسان داونز عن نفسها بشكل قوي جدا، شفنا تالق الترجي امام مازيمبي وفوز كاسح في ماتش العوده بثلاثيه في رادس، وتالق كبير جدا من نجوم الترجي.
شفنا ماتش الوداد مع انيمبا النيجيري وفوز الوداد الكبير بنتيجه 3-0، وبرضه ظهر نجومه بمستوى معروف عن نادي الوداد اللي الحقيقه اصبح ضيف دائم في النهائيات القاريه في السنوات الاخيره. ونفس الامر طبعا تابعنا سان داونز مع بيترو اتلتيكو الانجولي، فاز خارج ملعبه 2-0 وتعادل سلبيا ب10 لاعبين في بريتوريا. اذا احنا بنتكلم على المستوى التنافسي للفرق الاربعه في الدور نصف النهائي، نقدر نصنفه ونقيمه ونقول ان هو جيد جدا، وكلهم بدون استثناء عندهم نفس الحظوظ للفوز بهذه البطوله. يعني فعلا صعب نقول مين فيهم الاقرب للتتويج بدوري السوبر الافريقي، وبطبيعه الحال بنتمنى ان يكون الاهلي هو الاقرب. يعني متوقعين ده باذن الله، رغم كل ما قيل وبعض التوقعات اللي قالت لك لا هيبقى شويه الموضوع صعب على النادي الاهلي. بعد لازم يعني مش يعني الاراء الشخصيه بتكون موجوده، على كل حال نحترم اكيد الاراء كلها، بس خلينا نتكلم اكتر. بحب ارجع للتاريخ شويه، لما بنافس او ببقى بتعامل مع منافس قوي لازم الواحد يرجع لتاريخه اكتر. مباراه النهارده مع الاهلي وسان داونز، انت بتتكلم ان يعني اعتقد يا كريم لو انا مش غلطانه اول مواجهه كانت بينهم كانت تقريبا في نهائي دوري ابطال افريقيا، كانت نسخه 2001، واتكلمنا وقتها او وقتها لو احنا فاكرين يعني كانت مباراه نهائيه وفاز الاهلي بثلاثيه كان وقتها اطلق عليها تاريخيه، سجلها خالد بيبو زي ما حضراتكم شايفين طبعا في استاد القاهره، وكان في يعني منظر جماهيري وحضور جماهيري اكثر من رائع، الماتش ده ما يتنسيش. وقتها كمان في مباراه الذهاب اتعادلنا بهدف لكل فريق، كان برده في بريتوريا، وبعد كده كان الوضع بقى كمان انت كنت في نهار رمضان يعني يعني سيبك بقى من الساعه 3، الموضوع اكبر من كده بكتير. لكن الاهلي كمان كان وقتها اللي احرز الهدف كان كابتن سيد عبد الحفيظ مع جيل وقتها يطلق عليه جيل عظيم، جيل حقيقي استثنائي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. وقتها طبعا مانويل خوسيه واحد من افضل المديرين الفنيين اللي عدوا على النادي الاهلي، ولحد دلوقتي لما بتيجي تتكلم مع اهلاوي بجد واهلاوي فاهم قوي يقول لك مانويل خوسيه ده في حته ثانيه لوحده، بغض النظر عن اي يعني كواليس كانت بتحصل، فكرة أنه كان شوية جديد مع اللعيبة أو غيره، بس الشدة اللي كانت مع اللعيبة على المستوى برضو الشخصي يا كريم هي اللي كان لها نتائج كبيرة إيجابية على الملعب، وده المهم. قصة المدير الفني اللي بيقدر يحتوي أو بيقدر يسيطر على أوضة اللبس، ودي الأساس، هو ده اللي بيبقى فعلا مدير فني له تأثير كبير. الفريقين لعبوا مع بعض بلغة الأرقام في 14 مرة، حقق سان داونز المكسب فيها في 4 مباريات، والأهلي حقق المكسب في 5 مرات، وبعد كده كان في تعادل بينهم في 5 مواجهات يعني اخريات. فتقدر تقول في تعادل، خلينا نقول في تعادل في الكفتين، لكن ما زال برضو الاهلي النادي الاهلي، يعني بغض النظر انت بتواجه مين انت برضو النادي الاهلي. انا اتوقع ان شاء الله يكون في فوز، لكن اتوقع ان هي مش هتكون مباراه سهله، ده طبعا عشان ده طبعا الواحد يكون بيتكلم يعني بمصداقيه من كل أكيد. النواحي مش هتبقى ماتش، مش هيبقى ماتش سهل باي حال من الاحوال. واللي نهود حكيته لحضراتكم ده جزء من تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع سان داونز، يعني حبينا ندردش فيه مع حضراتكم. طبعا يعني واضح ان في فرق اكيد، وكده كده لو حطينا الاسمين في كفتين من الميزان بطبيعه الحال كفه النادي الاهلي هي الارجح، لكن لان طبعا عدد البطولات اللي شارك فيها واللي فاز بيها النادي الاهلي لا يتقارن بسان داونز، لكن الحقيقه برضو دايما بتكون المواجهات الفرديه او في كتير من الاحيان لا تعترف بالتاريخ، بيبقى عندنا ماتش وبيبقى عندنا ملحمه في الماتش ده بغض النظر عن اي تاريخ، بغض النظر عن اي فروقات بين الفرقتين. والحقيقه سان داونز في الفتره الاخيره، كلمه الفتره الاخيره دي اقصد بيها اخر كام سنه، هي عامل شغل هايل ودايما ضيف يعني دائم في المراحل النهائيه من اي بطوله هو بيشارك فيها. عشان كده مطلوب جدا مننا النهارده ان احنا نطلع بكل الدروس اللي المفروض نكون طلعنا بيها واستفدنا منها من مباراه سيمبا اللي لعبناها في الدور ربع النهائي، ونحاول بقدر الامكان ان احنا نخرج بشباكنا نظيفه في ماتش الذهاب، لانه لسه في مباراه العوده في القاهره. اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي وجهازه الفني بقياده مستر كولر ونجومه، وبنتمنى لهم ان شاء الله عوده ايجابيه سالمه غانمه ومحققين الهدف المرجو من هذه المباراه ان شاء الله. بص بقى، زي ما احنا متعودين دايما قبل اي مباراه مهمه واي قبل اي مباراه دايما بحب نسمع المنافس بيقول عننا ايه، اكيد. وبرده بحب ان انا اسمع انا وكل الاهلاويه وكريم ونعرض لحضراتكم ده كولر برده تحديدا بيتكلم ازاي. في مؤتمر صحفي كان بالامس واتكلم فيه كولر واتكلم فيه الشناوي على نقاط، كان ليهم تصريحات مهمه جدا، وفكره كمان ان انت تلاقي المدير الفني بتاعك بيقول ان هو سعيد جدا بالتواجد في جنوب افريقيا، ودي المره الثانيه اللي هو بيكون موجود فيها، وهو فاهم
ودارس كويس قوي الوضع هناك شكله عامل ازاي، ودارس بشكل كبير جدا سان داونز. ده بيطمننا الى حد ما برضو كجماهير. وطبعا في رسائل تانية كتيره جدا هنعرضها لحضراتكم، بس القصه كلها برضو لما تيجي تبص على المنافس، انا بحب انا وانت دايما نستعرض ده، وبحب اشوف برضو المنافس قال ايه. عايز اقول لحضراتكم برضو مدرب سان داونز كان ليه تصريحات مهمه، عبر قد ايه من خلالها، انا هختصرها يعني، عبر قد ايه من خلالها ان هو متحمس جدا اولا للقاء الاهلي، بيتكلم ان الناس كلها بتبقى منتظره هذا اللقاء اللي فيه تنافسيه ونديه بشكل كبير، لكن هو اتكلم ان هو واثق جدا من الفوز، وده برضو مشروع يعني. هقول لك على حاجه، لما جينا اتكلمنا عن تصريحات الجانب وقت سيمبا التنزاني، طبعا وقت الاهلي وسيمبا، وكان في تصريح شويه وقتها احنا خدناه ان هو في مبالغه، لما تيجي تتكلم بلغه الارقام في فوارق كبيره جدا. انا النادي الاهلي مع احترامي الشديد لاي منافس، لما يجي يتكلم ويقول انا واثق من الفوز على النادي الاهلي، طب على الاقل خلي يعني الكلام منطقي في حته ان انت تبقى قريب ليا في الارقام. ما ممكن اي حد يجي يقارن نفسه بيك، بس هل المقارنه دي منطقيه؟ يعني فاهم قصدي؟ مشروع قارن نفسك عادي على فكره، بس خلي فيه منطقيه. طبعا انا وقتها قلت لحضراتكم التصريح ما عجبنيش، لان فكره ان انا اطلع اقول احنا الفوز هو حلفنا واحنا ضامنين المباراه، حتى لو ليها انعكاسات من وجهه نظره وقتها على اللعيبه ايجابيه، اوكي ده حقه، لكن مش منطقيه في مجملها. على الصعيد التاني ما تيجي تسمع تصريح من بقى جانب هنا وسان داونز، لا تلاقي ان في منطقيه شويه، لما يجي يقول لك احنا واثقين من الفوز، حقك، بس اعتقد برضو احنا حقنا ان احنا نبقى واثقين ايضا من لاعبتنا من الجهاز الفني. بس الثقه هنا مختلفه شويه عن الثقه طبعا في تصريحات سيمبا. برضو هنرجع نقول تاني المباراه هي اللي هتفصل، لكن تصريحات اعتقد مهم ان احنا كمان نسمعها. اعتقد برضو الشناوي كان ليه تصريحات مهمه، الشناوي كمان كان ليه تصريحات اكد من خلالها على ان ماتش النهارده اكيد هيكون ماتش مش سهل باي حال من الاحوال. اتكلم يعني نقدر نقوله كان بيحاول يبعت رسائل ضمنيه مقتضبه، اتكلم بطبيعة الحال من خلالها عن أهمية المنافسة في البطولة بشكل عام، وذكر تفصيلة أن النادي الأهلي كما هي عادة النادي الأهلي بيحترم كل المنافسين، وزي ما قلت لكم من شوية برضو اتكلم بشيء من الإيجاز عن مدى صعوبة المباراة النهاردة أمام سان داونز، وأن كل اللعيبة في النادي الأهلي في حالة من التركيز الشديد، وكلهم بدون استثناء عندهم نفس الرغبة العارمة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق سان داونز وحسم مباراة الذهاب قبل لقاء العودة في القاهرة. تعالوا نتابع مع حضراتكم من خلال هذا التقرير، نشوف مستر كولر قال إيه والشناوي قال إيه. تفضل. Ich freue mich, dass wir hier spielen können. Ich freue mich auf das Spiel. Ich denke, wir haben natürlich auch. أنا سعيد بوجودي هنا، سعيد بإن إحنا بنلعب هنا. أكيد دي تاني مرة أكون موجود هنا وألعب ماتش هنا. الماتش اللي فات أكيد اتعلمت منه حاجات كتير. وبالتاكيد ماتش بكره هيبقى مختلف تماما. انا عارف ان سان داونز عنده فريق قوي جدا، وكده كده البطوله دي بتضم اقوى فرق في القاره، لكن بالتاكيد ماتش سان داونز بيبقى دايما ماتش صعب، لكن احنا برده جايين هنا كابطال دوري الابطال. احنا النادي الاهلي اكبر نادي في القاره، وبالتاكيد هدفنا دايما التاهل. عارفين ان الماتش طالما وصلت لقبل النهائي فانت بتلعب ماتش قوي، لكن هدفنا دايما ان احنا نكسب، هدفنا ان احنا نكسب الماتشين او على الاقل ان احنا نتاهل، وده هدفنا دايما. في النادي الاهلي بتبحث دايما عن الفوز وعن الانتصارات، وده هيكون هدفنا ان شاء الله ان احنا نقدم ماتش كبير بكره، وان احنا نتاهل الماتش اللي جاي، واول ماتش هيبقى بكره، فلازم ان احنا نعمل فيه كل حاجه عشان نتاهل للنهائي باذن الله. Sie geben nicht sollen um für das Rückspiel dann auch gewappnet sein zu können. أكيد طبعا احنا عارفين كويس جدا أهمية المباراة بتاعت بكرة، عارفين المباراة قوية جدا، عارفين صعوبة المباراة. احنا خلاص دلوقتي في قبل النهائي، عارفين ان احنا بكرة الماتش يعني عندنا 180 دقيقة، بكرة الشوط الأولاني احنا جايين هدف واحد ان احنا نتأهل، نركز بكرة في المباراة بتاعت بكرة. وطبعا احنا عارفين فريق سان داونز كويس، واللعيبة عارفة أهمية المباراة، ان شاء الله نعمل مباراه كويسه بكره ومعانا التوفيق بكره. احنا ما عندناش اي مشكله خالص، احنا تعودنا ان احنا نلعب مع سان داونز في نفس التوقيت، احنا خلاص عارفين الفرقه عارفه ومصر كلها عارفه ان احنا على طول بنيجي نلعب في افريقيا، بنيجي نلعب في نفس التوقيت، احنا جاهزين في اي وقت ونلعب في اي وقت، والفرقه مستعده بشكل كبير جدا وربطت بكره. وانا شايف ان مفيش اي حد يتكلم في الموضوع خالص، احنا مركزين، واهم حاجه بالنسبه لنا الهدف اللي بالنسبه لنا بكره اللي احنا نرجع بنتيجه ايجابيه عشان الماتش التاني في مصر ان شاء الله. اكيد طبعا احنا بنتكلم على لعيب كبير، لعيب برستاوي بيكون معانا وضافك معانا في الفرقه، بس احنا كلنا 30 لعيب كلنا زي بعض، اي حد يكون موجود احنا
بأي حد يكون موجود 11 لعيب في الملعب بيأدي دوره وبيعمل اللي بينفذ تعليمات الجهاز الفني. أكيد طبعا عشان هو موجود من جنوب أفريقيا أكيد طبعا بيبقى عارف الأجواء عاملة إزاي، وأكيد بناخد خبراته بنتكلم معاه يعني بيتكلم مع الفرقة وبيدينا خبراته في هنا في الجو والكلام ده. بس في الأول وفي الآخر إحنا فرقة واحدة وهدفنا واحد، الرجوع إن شاء الله بالفوز. يوم بس أكتويلا وفيليكس النقطة الأولانية، بس ملاحظ إن سان داونز غير طريقة اللعب، دي الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت، لكن غير كده عنده هو نفس اللعيبة الأقوياء، نفس عنده سكواد كويس جدا، عنده لعيبة كويسة، فريق صعب. لكن في النهاية أنا ما بفكرش كتير في المنافس، بفكر أكتر فينا إحنا، في نقاط قوتنا إحنا، في طريقة لعبنا إحنا، في كورتنا إحنا، وإزاي إن إحنا نلعب. ده المهم بالنسبة لي، وده اللي إحنا نحاول إن إحنا نعمله بكرة، وأنا متأكد إن إحنا إن شاء الله بكرة هنقدم هنطلع كل اللي عندنا ونعمل ماتش كويس إن شاء الله. ماتشين بتوع سامبا أكيد إحنا كنا بالنسبة لنا دي كانت أول ماتشين في البطولة الجديدة، كانت اللعيبة كانت لسه تستعد المباراة وبتستعد المباراة التانية، بس أهم حاجة كان هدفنا ده إحنا نتأهل، وهدفنا اللي إحنا تأهلنا وخلاص ننسى المباراين ونشتغل مع الجهاز الفني الفترة اللي فاتت على الحاجات اللي إحنا عملناها كويس والحاجات اللي إحنا عملناها مش كويس، وإحنا خلاص نسينا المباراتين ونفكر في المباراة بكرة. Wir hatten ja nicht so viel Zeit. Das geht auch nicht von heute auf morgen, dass man jetzt einfach sagen kann, okay, wir haben. طبعا ما كانش عندنا وقت من الماتش اللي فات الماتش ده ان احنا نحل مشكله زي دي، كانت مشكله معانا كمان من السنه اللي فاتت. لكن في المجمل ده طبيعي في الكوره ان الواحد يجي له فرص ويضيعها، ما يجيبش كل الفرص اللي بيجيبها. لكن احنا عندي لعيبه بتقدر تجيب جون، بدليل ان احنا كسبنا كل الالقاب اللي احنا دخلنا فيها السنه اللي فاتت، ده بيبين ان احنا نقدر نجيب جوان. الموضوع بيحتاج بس بعض التركيز والاصرار جوه ال 18، وانا متاكد ان شاء الله بكره ان لعيبتي هتبقى عندها الاصرار ده والتركيز ده جوه ال 18. Und dementsprechend bin ich überzeugt, dass das morgen auch so sein wird. احنا بنحترم كل الفرق يعني كمجموعه، ما بنحترمش يعني كبير او صغير، اكيد لا. طيب يعني برضو هرجع تاني لمدرب سان داونز وتصريحه تحديدا عن بير ستاو. بير ستاو طبعا هنتابع دلوقتي يعني التصريحات او اللقاء اللي كان يعني معاه بالامس، لكن مهم كمان ان انت او احنا نعرف ان الجانب هناك في سان داونز هم سعداء جدا بلقاء تحديدا بير ستاو، وهو تحدث المدير الفني هناك قال لك انا متحمس جدا للقاء بير ستاو ودايما بشوفه من اللعيبه المميزه جدا. خلينا نتابع تصريحات بير ستاو ونرجع نكمل. Look, I think I expect a team that wants to win, and a team that also wants to get to the final, and a difficult opponent. But anyway, we are also prepared, and we want to do better. We are also prepared for them. Yeah, it's just one of those games where I'm playing with a lot of familiar faces, and then the coach that I worked with also. But anyway, I'm also looking forward to the game. نلعب ماتش بكره مع فعلا ناس كتير اعرفها، وجوه مألوفه كتير بالنسبه لي هبقى شايفها بكره، بالذات المدرب انا اشتغلت معاه قبل كده، لكن كل ده بالنسبه لي ورا ظهري. اهم حاجه بالنسبه لي ان احنا نعمل ماتش كويس بكره، ان احنا نكسب بكره ان شاء الله. Yeah, look, that's also a big difference to show that we are a team that is willing to take the knock but also keep on going, and the only thing that matters to us right now, which is totally different from the last one, is we were in the semi final. And then we want to go to the final. Last time we were in the group, so now we are in the semi-final, and we want to do everything to get to the final and win it. المواجهة مختلفة تماما عن المرة اللي فاتت، الظروف مختلفة تماما عن المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت احنا كنا بنلعب طبعا الفرق الأكبر ان احنا جايين واحنا واخدين كل البطولات زي ما حضرتك قلت، لكن الفرق الأكبر كمان الماتش اللي فات كان في دوري مجموعات، الظروف مختلفة عن ان انت ماتش قبل نهائي، الدوافع بتبقى مختلفة والأهداف مختلفة تماما. طيب احنا هنسيب الكلام عن النادي الاهلي وعن ماتش النهارده بشكل مؤقت، اكيد للحديث بقيه ولا سيما في الفقره الحواريه الثانيه هنتكلم مع حضراتكم باستفاضه عن ماتش النهارده والتوقعات الى اخره. تعالوا بس نروح دلوقتي لملف مختلف حبتين، وهنتكلم عن رياضه القوس والسهم، ودي من الرياضات اللي احنا الحقيقه ماشيين فيها بخطوات ثابته جدا نحو التاهل للاولمبياد. امبارح حقق يوسف طلبه لاعب منتخب مصر للقوس والسهم الرقم المؤهل لاولمبياد باريس خلال مشاركته في بطوله السهم الذهبي المقامه حاليا. كمان حقق شريف اشرف الرقم المؤهل للاولمبياد زي عدد من اللاعبين الاخرين اللي سبقوهم قبل كده، ومنهم علي عبد البر وندى عزام
ورانا ممدوح خلال مشاركتهم في البطولة العربية اللي أقيمت مؤخرا في المملكة السعودية. تعالوا نتعرف على المزيد من التفاصيل وإيه هي الفرق أو إيه هي الفروقات بين الرقم المؤهل والتأهل رسميا لأي دورة أولمبية. إحنا معانا على التليفون الأستاذة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة القوس والسهم. أستاذة ريهام صباح الفل عليك وأهلا بك معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل عليكم وأهلا بيكم. أهلا بيكي فندم. بداية كده عايزين نعرف من حضرتك يعني إيه الرقم المؤهل للأولمبياد وإيه الفرق بينه وبين التأهل المباشر لأي دورة أولمبية وإيه اللي بيبقى متبقي له أو إيه اللي فاضل له عشان التأهل يكون رسمي فعلا. إحنا كلعبة القوس والسهم بتبقى لعبة رقمية، يعني إحنا بنعتمد على تحقيق الأرقام بالتحديد علشان رقم معين نقدر من خلاله نتأهل. يعني الاتحاد الدولي عامل رقم معين انت مفروض كلاعب لو انت بتلعب تجيبه او تحرزه في بطولة معينة مؤهلة. لو احرزت الرقم ده في بطولة مش مؤهلة بس مسجلة في الاتحاد الدولي فانت كده بتأهل نفسك او تاخد خطوة يعني ان انت تدخل على بطولة مؤهلة لو جبت فيها مكان اول او ثاني، يعني مركز اول يعني خدت فزت بالميداليه الذهبيه او الميداليه الفضيه هتقدر ان انت تروح الاولمبياد. فهم احرزوا كل الارقام دي، احنا زي ما ذكرت الاسماء 4 ولاد 3 بنات احرزوا الرقم المؤهل اللي هو 110 بنات 140 للولاد احرزوهم. ده عدد من النقاط كلهم جابوهم الحمد لله في بطولات عربيه وبطولات دوليه، ولكن البطولات دي مش هي البطولات اللي هتخلينا او مش البطوله المؤهله للاولمبياد. البطوله المؤهله للاولمبياد بقى بطوله افريقيه دي اللي احنا ان شاء الله مسافرينها يوم الخميس الجاي، عاملين كمنتخب مصر للرجال والسيدات معسكر في تونس الاول، معسكر الاول يعني هنقعد شويه كام يوم وبعد كده ان شاء الله هنبتدي البطوله في تونس يوم 6، دي البطوله الافريقيه المؤهله للاولمبياد باذن الله. لعبتنا اذا احرزت الميداليه الذهبيه كرجال كمنتخب يعني او كرجال او كسيدات ان شاء الله باذن الله يبقى كده احنا تاهلنا كاملا للاولمبياد ونقدر نروح. بس احنا عندنا كوتا طبعا، يعني لينا احنا رقم محدد ولد وبنت فقط، يعني حتى لو احنا جبنا كلنا الرجال ذهب والسيدات ذهب والبنت ذهب احنا لينا احنا نروح ولد واحد بس وبنت واحده بس مهما كان عدد الذهبيات اللي احنا احرزناها. دي كوتا المصري يعني، دي مش في ايدينا يعني. فان شاء الله باذن الله البطوله القادمه هي البطوله المؤهله اللي احنا بنستعد ليها بقى لنا مده كبيره جدا ان شاء الله نوصل للاولمبياد بعد احرازنا الارقام المؤهله اللي بتتاهلنا خلاص كده احنا مرتاحين نلعب بقى باذن الله على المراكز. رائع جدا. طيب استاذ ريهام عندي سؤال بعد اذنك وعايزه برضو يعني تفاصيل شويه حوله. طبعا احنا قبل ما نتكلم عن اي بطوله كبيره وطبعا اولمبياد باريس لازم يكون في معسكرات سواء داخليا او خارجيا، مش كل الاتحادات بتقدر ان هي تنفذ يعني هذه المعسكرات بشكل كبير، بيبقى الاسباب كتيره اهمها بيكون العامل او العنصر المادي. عايزين نطمن من حضرتك على النقطه دي تحديدا، وهل احنا فعلا جاهزين ان احنا نعمل كاتحاد معسكرات كمان خارجيه علشان نضمن التمثيل الافضل لابطالنا باذن الله في اولمبياد باريس؟ بصي هو ماديا الموضوع طبعا ايه على قد ما الدعم بيجي لنا، يعني طبعا كله بيتمنى يكون في دعم اكتر اكيد يعني، لكن صحيح. طبعا هو الحمد لله بتدعمنا بس هي القصه ان احنا مش بتسمح لنا قوي ان احنا ممكن نسافر كل البطولات اكيد، لان احنا نبتدي نسافر كل بطولات العالم وهي دي الاحتكاك الصح يعني ان احنا نسافر بطولات عالم. عندنا في قوس السهم بطولات العالم بتتعمل على مراحل، ففي 4 مراحل ما بقدرش اطلع الاربع مراحل بيبقى صعب عليا، بتبقى تكلفه كبيره جدا على الاتحاد، فبطلع اللي بقدر عليه وبطلع بطولات عربيه على قد ما بقدر. طبعا ابطال العرب وابطال افريقيا فالحمد لله مستوى دعم كويس، بس على قد برضه ما نقدرش، في حاجات مش بنقدر خلاص عشان كده بعوضها بقى بنلعب بطولات محليه كتيره، كل شهر تقريبا عندي بطوله محليه ومنها كانت اللي لسه منتهيه امبارح دي بطوله السهم الذهبي، لكن بره طلعت كاس عالم، طلعت برلين كنت عايزه اطلع فرنسا ما قدرتش مثلا، طلعت بطولات عربيه كتيره، طلعت السعوديه، طلعت العراق، السودانيه، يعني طلعت اكثر من بطوله عربيه وافريقيه في تونس برضو طلعت في المغرب وطلعت بره، لكن مش بالعدد اللي انا اقدر ان انا عاوزاه ك ك كاعداد يعني اعداد كبير. ف ومش انا بس مش كاتحاد
عادي انا بس في حدث كتير جدا ما بتقدرش، لان طبعا الاسعار دلوقتي اختلفت، اسعار التذاكر اختلفت جدا، الطيران، اسعار الاقامه هناك، اسعار حتى انا عندي في كورس سهل المعدات، معدات يعني غليت جدا جدا، الكورس وحده ما شاء الله يعني عدى سعره، عدى والادوات عدت، فهي قصه يعني بنعمل اللي نقدر عليه ان شاء الله باذن الله وربنا يوفقنا. الى جانب البطولات اللي فاتت واللي لعبتنا وابطالنا شاركوا فيها وتاهلوا بموجبها او من خلالها الى باريس 2024، هل البطولات المؤهلة انتهت على كده ولا لسه في المزيد من البطولات اللي ممكن يتأهل من خلالها المزيد من أبطالنا لباريس 2024؟ أنا عندي البطولة الأفريقية دي اللي هي دي اللي كان عندي في كأس العالم، يعني حاط فيهم مركز بس ما قدرتش طبعا أجيب أول أو ثاني. الأفريقية إن شاء الله هي دي اللي أقدر أحقق فيها، يعني في مرحلة تانية بتاعت كأس العالم لو ما قدرتش في هذه البطولة إن شاء الله، بس هي دي الاعتمادي الأقصى، يعني هي دي أكثر حاجة، لأن لسه في كمان قبل طبعا الأولمبياد أنت عارفين لسه السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله في كمان مرحلة أقصى يعني من كأس العالم ممكن أقدر أعمل فيها، بس إحنا بالنسبة لنا بنعتمد أكثر على البطولات الأفريقية، يعني احنا دايما متعودين احنا دايما في اهل طبعا بطولات افريقيه دايما ان شاء الله عموما موفقين دايما ان شاء الله، واحنا يهمنا ان كل بطل وبطله من مصر مسافرين لدوره باريس 2024 يرجع محمل بكتير من الميداليات ان شاء الله. موفقين وبنشكر حضرتك على وجودك معنا جزيل الشكر. شكرا لحضرتك. الواحد عايز مره يسمع عن اتحاد عنده اكتفاء اكتفاء ذاتي. لا اتقالت مره قريب حتى لو انت بصينا لبعض وقلنا الله لعل المانع خير لو كنت مش فاكره كانت رياضه ايه لو الاعدادي فكروا، بس لو كان في اتحاد واحد قال لك لا احنا الجانب المادي ممكن كانت مجامله برضه يو نيفر نو يعني. المهم على كل حال خلينا نروح لانطلاق، وكان ده من يومين تحديدا البطوله الافريقيه للاثقال، وبتستضيفها مصر زي ما احنا عارفين، واحده برضه من سلسله يعني البطولات خليني أقول الناجحة جدا اللي بتستضيفها مصر بصراحة في الفترة الأخيرة. خلينا نتابع بالضبط إيه اللي حصل في البطولة دي من خلال التقرير ونرجع نكمل. بطولة مركبة كبيرة سواء عربية أو أفريقية للشباب والكبار والناشئين، بنتمنى كل التوفيق وبنرحب بمعالي رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال اللي ساعد كتير جدا في تطوير هذه الرياضة، وأيضا اللي ساعدنا الحقيقة أن احنا نخرج من فترة الإيقاف بشكل قانوني وبشكل مستند، لكن كان في مساندة كبيرة جدا وكل الشكر والتقدير. والله أنا مفتخر بتنظيم هاي البطولة في جمهورية مصر العربية، وأتمنى لكم التوفيق لتنظيم هذه البطولة والمحفل الرائع. أنه بطولة الرياضة رفع الأثقال هي رياضة عريقة في مصر، وشفتوا أنت البرزنتيشن والعرض اللي كان موجود، الماضي مع الحاضر مع المستقبل، رياضة رفع الأثقال ولادة في مصر. أتمنى تبقى رياضة رفع الأثقال في كل أولمبياد حافلة بوسام من الأوسمة، وأنا كل ثقة من سارة سمير هتكون رقم صعب بالأولمبياد القادم في باريس، كذلك عندنا بعض اللاعبين كحلة ولادة حيكونون ونعمة حيكونون منافسين أقوياء في الترشيح والمنافسة على الوسام الأوسمة في الأولمبياد. طبعا النهاردة حدث كبير جدا بالنسبة لنا في مصر، وثقة غالية من رئيس الاتحاد الأفريقي من رئيس الاتحاد العربي إن هم يدونا ثلاث بطولات دفعة واحدة. الحقيقة بيتعاملوا مع بعض تنظيم طبعا ليهم يعني شاق جدا، وترتيبهم وتخطيط ليهم واخد جهد كبير يعني، فدي ثقة احنا بنعتز بيها الحقيقة. كل الاهتمام من قبل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي، وكل الدعم المقدم من سيادته ومن الوزارة، وكل الدعم الفني من اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة المهندس هشام حطب. الحقيقة يعني الحمد لله ما فيش حاجة ناقصانا وما فيش حاجة محتاجينها، كل الدعم مع الوزير كونه يجي النهاردة ويشاركنا هذا الحدث. طبعا موجود رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس الاتحاد العربي، سكرتير عام الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الدولي، فطبعا ده بيرفع من شأننا قدام الناس دي طبعا بشكل قوي جدا، وده بيسعدني وبيخليني اشعر بقوه تجاه المجموعه. طبعا الحمد لله. يمكن بس اتكلم عن البطوله هي خمس بطولات، بطوله عربيه 17 تحت 17 سنه وتحت 20 سنه وكبار، بطوله افريقيه تحت 17 و20 سنه. اكبر حشد حصل في تاريخ البطولات القاريه والاقليميه، 26 دوله عربيه وافريقيه موجودين هنا اهوت. الحمد لله يمكن يعني سبحان الله، يمكن ربنا قدر في الوقت ده بالذات عشان الناس كلها تعرف مكانه مصر. كل الدول العربيه موجوده هنا اهوت، كل الدول الافريقيه موجوده. زي ما بقول لحضرتك اول مره
يبقى موجود فيها بطوله قاريه وبطوله اقليميه، فيها رئيس الاتحاد الدولي، فيها سكرتير عام الاتحاد الدولي، فيها رئيس الاتحاد الاوروبي، رئيس اتحاد البحر المتوسط، رئيس الاتحاد الاسيوي. اليوم نحن موجودين في استاد القاهره من اجل تنظيم بطولات العربيه لرفع الاثقال للشباب الناشئين والكبار، والبطوله الافريقيه للشباب والناشئين، وكاس الانديه الافريقيه لرفع الاثقال. فطبعا هو عرس افريقي عربي على ارض القاهره الحبيبه. فطبعا يشهد اليوم شاهدنا حفل الافتتاح مميز، كلمات معالي الوزير أشرف صبحي وباقي رئيس الاتحاد الدولي الأستاذ محمد جلود وباقي الزملاء، كل التحية والتقدير للاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة الأستاذ محمد عبد المقصود وكل الزملاء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. واليوم شاهدناها يعني الآن عندنا بداية المنافسات اليوم، فإن شاء الله نتمنى التوفيق لكل اللاعبين واللاعبات على المستوى العربي والأفريقي إن شاء الله. أفر حضراتكم حصد عبد الله ماندو لاعب المنتخب الوطني لكيك بوكسينج الميدالية البرونزية خلال منافسات دورة الألعاب العالمية المقامة في المملكة العربية السعودية حاليا، واللي هتنتهي فعاليتها بكرة إن شاء الله. بيشارك الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بخمس لاعبين، ثلاثة في الكيك بوكسينج واثنين في رياضة السامبو، وكلهم طبعا تحت مظلة اتحاد الكيك بوكسينج. كل التوفيق لأبطالنا. والحقيقة من الحاجات اللافتة للنظر في اتحاد الكيك بوكسينج فكرة ان هو ماشي بالتوازي في كل الملفات، يعني منافسات متواجد فيها باستمرار، ودايما بيحاول كمان ان هو يوفر كافة الموارد المطلوبة للاتحاد عشان يقدر من خلالها يقيم أكاديميات في مختلف المحافظات لممارسة هذه الرياضة، وده كمان بيطلع لنا أبطال في المستقبل وبيكشف عن مواهب كتير إحنا في أمس الحاجة ليها. يعني نقدر نقول نموذج مشرف الحقيقة. الاتحاد عايز ينشر الرياضة بتاعته ويطورها بشكل جيد جدا، وهم الحقيقة عاملين في هذا الإطار شغل أكتر من ممتاز. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. قبل ما نبدأ كلامنا النهاردة، طبعا لا صوت يعلو فوق صوت مباراة النادي الأهلي وسان داونز النهاردة ومباراة الذهاب من نصف نهائي الدوري الإفريقي. طبعا بنتمنى التوفيق لرجال النادي الأهلي، أكيد مباراة هتكون قوية جدا بين طبعا الأهلي وسان داونز، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في رجال النادي الأهلي إن شاء الله بقى يقدروا يحققوا نتيجة إيجابية في مباراة النهاردة. نبدأ بقى أخبارنا النهاردة، ومعانا أخبار متعلقة بناشئين كرة القدم. الحقيقة يعني عملوا مباريات كبيرة في الويك أند وقدروا يفوزوا في الويك أند، سواء فريق 2009 اللي قدر يحقق فوز على فريق وادي دجلة بنتيجة 2-0، ده ضمن منافسات بطولة الجمهورية. الحقيقة إن هم عملوا مباراة كبيرة بالرغم إن هي كانت خارج أرضهم، لكن قدروا يحققوا نتيجة إيجابية ويحرزوا هدفين. أحرز أهداف النادي الأهلي اللاعب مصطفى فرج واللاعب علي سامح عشان بقى يرفعوا نقاطهم ل 21 نقطة. أما عن فريق 2008 فقدر أيضا خارج أرضه يحقق فوز على فريق القناة بنتيجة 1-0، وده كان ضمن منافسات بطولة الجمهورية. عملوا برضو الحقيقة مباراة كبيرة جدا وقدر يحرز الهدف للنادي الأهلي اللاعب حمزة عبد الكريم عشان بقى يرفعوا عدد نقاطهم ل 23 نقطة. حان ناشئين كرة القدم بالنادي الأهلي حتى الآن عاملين موسم كبير جدا في جميع الفرق المختلفة، ماشيين بخطوات ثابتة جدا، مركزين بشكل قوي جدا عشان عايزين يحرزوا أكيد كل البطولات. بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى معانا خبر متعلق بناشئات كرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2004، والحقيقة أنا كنت قلت لكم أكيد هيكون في أخبار كتير متعلقة بيهم في الفترة القادمة، وبالفعل قدروا يحققوا فوز أمس على فريق أيديل بنتيجة 3-0 ضمن منافسات دوري الكرة النسائية. وأحرز أهداف النادي الأهلي هدفين للاعبة كاميليا الديب وهدف للاعبة مريم جمال. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في ما هو قادم، يعني هم أكيد بيكتبوا تاريخ جديد للنادي الأهلي في الكرة النسائية، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. نروح بقى لأخبار الألعاب الأخرى، والبداية مع ملكات كرة السلة اللي خلاص على بعد خطوة واحدة من التأهل لنصف نهائي بطولة الدوري المرتبط، ده طبعا بعد ما قدروا يفوزوا على الصيد في مباراة الذهاب من ربع نهائي البطولة بنتيجة 84-62، وأيضا فريق المرتبط قدر يحقق فوز بنتيجة 75-41 عشان خلاص بقى يكونوا على بعد خطوة واحدة من التأهل لنصف النهائي. حين ملكات كرة السلة يعني ماشيين بخطة ثابتة جدا، يمكن من الموسم اللي فات ما هزموش ولا مباراة حتى الآن. مباراة بقى إن شاء الله العودة هتكون يوم الثلاث القادم أمام أيضا فريق الصيد، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق.
نروح بقى لرجال كرة السلة واللي أنهوا الدورة المجمعة الأولى، يعني طبعا قدروا يفوزوا على فريق مصر للتأمين وفريق الشمس وتعرضوا لهزيمة من فريق سبورتينج. وخليني أكلمكم على مباراة سبورتينج، هناك كانت مباراة فيها ندية كبيرة جدا، يعني الوقت الأصلي انتهى بالتعادل للفريقين 70-70، فطبعا اضطروا يلعبوا وقت إضافي، قدر سبورتينج يتقدم فيه بنتيجة 87-90، يعني كنا قريبين جدا أكيد من الفوز. أكيد رجال كرة السلة الفترة القادمة هيركزوا بشكل أكبر، الدورة المجمعة الثانية إن شاء الله هتكون يوم الأربعاء والخميس والجمعة القادمين، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله بقى يفوزوا في جميع المباريات. ننتقل بقى للعبة كرة اليد، وسيدات كرة اليد أيضا كان عندهم مباراتين يوم الجمعة ويوم السبت، قدروا يحققوا فيهم فوز. يوم الجمعة أمام فريق سموحة قدروا يفوزوا بنتيجة 23-18، وأمس كان عندهم مباراة أمام فريق سبورتينج قدروا ينهوها أيضا لصالحهم بنتيجة 20-19. المباراتين طبعا كانوا بيقاموا في اسكندريه بالتحديد على صاله سموحه، لكن سيدات كره اليد قدروا الحقيقه يفرضوا سيطرتهم ويفوزوا بالمباراتين ضمن منافسات بطوله الدوري. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، ماشيين بخطوات ثابته جدا في الموسم الجديد، ان شاء الله بقى يستمروا بنفس الاداء. واستكمالا الحديث عن كره اليد، خلونا نروح لشباب كره اليد مواليد 2004 واللي قدروا يحققوا فوز على فريق الجزيره ضمن منافسات دوري المحترفين بنتيجه 39-29، وأيضا ناشئات كرة اليد 2006 قدروا يحققوا فوز على فريق مركز شباب الجزيرة بنتيجة 39-16 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. الحقيقة أنه ناشئين وناشئات النادي الأهلي في الألعاب المختلفة، يمكن ده باين من أخباري النهاردة، مكتسحين في كل المباريات، بيفوزوا في كل المباريات. والخبر الأخير معانا برضو متعلق بشباب كرة الطائرة اللي بيتوج ببطولة منطقة القاهرة بعد ما قدروا يفوزوا على فريق الطيران بنتيجة 3-0. طبعا بنبارك لهم وبنتمنى بقى الكل، طبعا الفرق الرياضيه المختلفه في النادي الاهلي سواء الفرق الاولى او طبعا حقيقه ناشئين وناشئات، كل التوفيق في كل المباريات. يعني دي كانت ابرز اخبارنا النهارده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا معاكم لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. عمركم ما بتدونا اي فرصه ان احنا نسال، الحقيقه دايما يعني التغطيه بتكون وافيه وكافيه، بشكرك عليها، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، شكرا ليكي. طيب خلينا نتعرف على أكتر 5 لاعبين سجلوا أمام مانشستر سيتي في التاريخ من خلال الفيديو جراف ده، ونرجع نكمل. كل جماهير واعضاء النادي الاهلي في كل مكان، النهارده من داخل النادي الاهلي بالجزيره هنتكلم عن تمرين مهم جدا، وهو تمرين البلانك. البلانك تمرين مهم جدا قوي جدا، بيشغل معايا معظم عضلات الجسم من اول الشولدر للتشيست للريكتس ابدومينال والكور بشكل عام والكوادرسيبس والجسم كله بشكل عام. في عضلات بتشتغل ستابلايزر، وفي عضلات بتشتغل انتاجنس، وفي عضلات بتشتغل انتاجنس. تمام، هنعمل دلوقتي تمرين البلانك وهنشوف بعد كده البيجينر ازاي يقدر يتعلمه. ده كده البيزك بلانك. كوعي بيبقى تحت كتفي عشان ابقى مأمن الكتف كويس عشان ما يحصلليش اي اصابه، وموزع ثقل الجسم بالكامل على الجسم وشادد منطقه الكور او البطن، وببدا اثبت واشوف انا هبدا اعمل قد ايه. ده كده البيزك بلانك. طيب انا لو بيجينر ومش عارف اعمل البلانك، هبدا اعمله على النيه. هبدا اول حاجه هبدا من هنا اهو، هبدا انزل كده اهو واثبت
طيب بدأت أعمل وقت كبير وبدأ يحصل أدابتيشن على الوضع ده، أبدأ أشيل ركبتي من على الأرض وأعمل هاي بلانك، أعمل هاي بلانك وأحاول أثبت شوية. وصلت لمرحلة الأدابتيشن وتعودت على الوضع ده، ممكن أبدأ أزود وأعمل أصعب التمرين شوية، تاب شولدر، وأهم حاجة النفس وأنا بتمرن. ممكن أعمل إين وآوت، ممكن أعمل أرم ريزز، ده كده لو أنا هصعب التمرين. طيب وصلت للمرحلة دي كلها وخلاص بدأت إن أنا أبدأ أنزل واحدة واحدة. أنا الأول كنت شغال كده هو هاي بلانك، أبدأ أنزل واحدة واحدة ليه البيزك بلانك وأبدأ أشتغل كده هو. طيب أنا لو عايز صعب التمرين ممكن أطلع وانزل، أطلع كده هو وانزل أب وداو، ده كده عندنا البيزك بلانك. عندنا بعد كده السايد بلانك، أبدأ أشد جسمي وأشد عضلات الأوبليك وأثبت كده هو. عندي بعد كده لو عايز صعب التمرين ده ممكن أعمل الستار وأشد جسمي، ده كده الستار بلانك. ممكن أشيل ويت هنا هو لو برضو لو عايز أصعب التمرين أكتر وأكتر. آخر حاجة عندنا وهي الباك بلانك، وده بيشغل عضلات الريكتور سباينيه أو اللور باك والجلوتس والظهر بشكل عام، بيبقى شغال ستيبلايزر، بيبقى شغال آيزومتريك، ويبدأ شد وأثبت وكوعي تحت كتفي من ورا، وأبدأ أثبت كده هو واحدة واحدة، أبدأ إن أنا أزود في الوقت بتاع البلانك عشان ده للجسم بتعمل ايزومتريك كونتراكشن. وبكده نكون انتهت فقرتنا وعرفنا البلانك بتعمل ازاي للبيجينر او الادفانسد واشكال البلانك. كنا في النادي الاهلي الجزيره، كان معكم كابتن مصطفى النوبي. اهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقه الاهتمام بالنشاط الرياضي داخل الجامعات موضوع في منتهى الاهميه وموضوع ضروري جدا، لان كل الجامعات المصريه بالفعل مليئه بالكثير من المواهب وفي مختلف الألعاب الرياضية، والحقيقة ده الدور اللي بيقوم به الاتحاد الرياضي المصري للجامعات. هنتكلم عن هذا الدور المهم جدا في دعم المواهب الرياضية وصناعة البطل الرياضي للمستقبل مع الدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اللي منورنا النهاردة في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل يا فندم. صباح الخير عليك وعلى مصر كلها. أهلا بك. صباح الخير يا دكتور، بونجور. بونجور. أنا هبدأ بحضرتك سؤالي. كنا بنتكلم قبل الهوا على موضوع النشاط الرياضي في الجامعات المختلفة، كنت بقول لحضرتك وقت ما أنا كنت في الجامعة ما كنتش أسمع، يمكن المشكلة كان يعني أو تقصير من عندي، بس كناش نسمع قوي عن نشاط رياضي وقتها يعني. بس خلينا نعرف من حضرتك أصلا فكرة انتشار وتوسيع كمان النشاط الرياضي وانتشاره في الجامعات والكليات المختلفة، ده أكيد في سيستم معين ماشيين عليه، ممكن نبدأ من النقطة دي؟ طبعا ممكن، بس إلى حد معلوماتي وحضرتك صلحي لي المعلومة، ان انا اعرف ان حضرتك خريجه جامعه القاهره. مظبوط. طب اللي انا عايز اقول لحضرتك عليه ان مبنى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اللي هو انشئ سنه 58 مقره في جامعه القاهره في المدينه الجامعيه جنب الملاعب الرياضيه اللي موجوده في جامعه القاهره، دي نمره واحد، ده الاساس هناك. وجامعه القاهره من اكثر الجامعات المصريه ممارسه للانشطه الرياضيه، والدليل على ذلك حجم البطولات والميداليات اللي بتحصل عليها على المستوى المحلي والمستوى العربي والمستوى الافريقي والمستوى العالمي. طب حدش خدني معاهم ليه والله وقتها؟ فهو لا بس يمكن حضرتك ما كنتيش بتروحي شكلها. والله الدكتور قالك ده البقر الرئيسي. هو غالبا انت حضورك كان يوم واحد. لا والله هقول لك، لا والله هو انجلش. هي كانت بتروح بشكل استشاري يا دكتور، مش كده؟ لا والله عددنا كان صغير. لا لا والله كنا بنروح، ده كان الحضور جوز حضرتك عارف طبعا كليه حقوق يعني، بس ما اعرفش يمكن كان ممكن تقصير وقتها مننا. الحقوق كمان بالذات جنبنا يعني قريبه لينا يعني. بس هي كل الجامعات المصرية بتشارك بالفعل في الفعاليات اللي الاتحاد بينظمها؟ طبعا احنا عندنا دلوقتي وصلنا لحوالي 90 جامعة، جميع الجامعات الحكومية، عندنا أكثر من 28 جامعة حكومية، جميع الجامعات الخاصة، جميع الجامعات الأهلية، جميع الجامعات الأوروبية اللي موجودة في مصر. كويس. ده بالإضافة لجميع المعاهد العليا اللي بتمنح درجة جامعية. كل دول أعضاء عندنا وبيمارسوا الرياضة في أكثر من 40 نشاط رياضي بيمارس تحت
إشراف الاتحاد الرياضي المصري للجامعات. وهذا الاتحاد يعني إحنا عندنا اتحادين في مصر كلها يرؤسهم وزراء بحكم القانون، اتحاد الرياضي المصري للجامعات ويرؤسه معالي الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي شخصيا. وكذلك الأمر بالنسبة للاتحاد الرياضي للمدارس يرؤسه وزير التربية والتعليم شخصيا. فدول الاتحادين الوحيدين اللي بيرأسوهم وزراء بحكم مناصبهم. ده بالإضافة أن عندنا في عضوية مجلس الإدارة أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية. تخصصات يعني كمان. عندنا تواصل بحكم الإدارة مع كل الجامع مع كل تصنيف الجامعات على مستوى الدولة. وبعدين مش كده وبس، وبرضو عندنا تواصل بالإعلام، لأن احنا أحد أعضاء مجلس الإدارة عندنا الكابتن أحمد شبير. وأعتقد الكابتن أحمد شبير أهلاوي يعني. أهلاوي طبعا. بنتكلم على واحد من العيلة يعني. طبعا. فده وضع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات. وفي نفس الوقت احنا يعني بنعتبر أحد الدول المشاركة في الاتحاد الرياضي العربي للجامعات، وده مقر مدينة أبو ظبي. وأنا بتشرف أن أنا النائب الأول لرئيس الاتحاد الرياضي العربي للجامعات، وإحنا في معظم الأنشطة الرياضية أبطال العرب. يعني آخر بطولة أقيمت في أبو ظبي إحنا كنا أبطال هذه البطولة، وآخر بطولة اتعملت لألعاب ساحلية كانت في سلطنة عمان إحنا أبطال أكثر من لعبة في هذه الألعاب. ده على المستوى العربي. انا بدي لحضرتك فكره على المستوى طبعا لا ما شاء الله واللي متحقق ده مش سهل. شوف بقى المفاجاه يعني اللي جايه بقى على المستوى الافريقي. احنا انا طبعا بتشرف ان انا رئيس اتحاد دول او جامعات دول شمال افريقيا كلها. وبعدين السنه دي عملنا مفاجاه على المستوى الافريقي، ان احنا رحنا في اجتماع الجمعيه العموميه للاتحاد الافريقي واقيمت في جوهانسبرغ في جنوب افريقيا، ورشحنا خد بقى القنبله اللي جايه دي رشحنا الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه رئيسا للاتحاد الافريقي للرياضه الجامعيه، واكتسحنا بالانتخاب. يعني ولا وريت حضرتك اللي كان بيدير الجلسه وهو بينادي الاصوات، يعني اشرف 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 ما اشرف. لا بس ده متوقع يعني مين هينزل قدام سياده الوزير يعني. لا ده كان بيجدد من نفس الدوله. وبعدين احنا لا عندنا لا فكره ان الفوز بالانتخاب مش بالتزكيه مثلا كمان بيديله ثقل واهميه كمان. لا هو انتخاب حر. وبعدين اللي كان موجود كان رئاسه من جنوب افريقيا ورئاسه قويه، وفوجئوا بان احنا كنا مدبرين نزول الدكتور اشرف معانا، وحصل انتخاب فعلا حقيقي وخدنا يعني مش عايز اقول لك عدد الاصوات يعني 20 صوت والمقابل خد 4 اصوات. المهم يعكس بس يعني اهتمام وشغل فعلا، واحنا متوقعين ده باذن الله. انا عايز اسال حضرتك برضو عن فكره عدد الطلاب في الاتحاد، وفي نفس الوقت بيتم اختيارهم ازاي؟ يعني هل لازم يكون ليه باك جراوند في الرياضه، يكون بطل رياضي اصلا، ولا مش شرط؟ هو طبعا حضرتك عشان تبقى عارفه تعداد الطلاب في على مستوى الجامعات أكثر من 3 مليون طالب جامعي، يعني حوالي 3.5 مليون طالب جامعي في جميع التخصصات الجامعية. والرياضة طبعا بتمارس في جميع الجامعات. احنا دورنا الأساسي اللي هو اللقاءات والمباريات اللي بتتم ما بين فرق هذه الجامعات. يعني كل جامعة لها فريق بيمثلها، يعني كرة القدم مثلا الجامعة لها فرقة بتمثل الجامعة في دوري الجامعات في كرة القدم، وهكذا الألعاب المختلفة. وده بيبقى نتيجة دوري داخلي بيتعمل داخل الجامعة، بموجبه الجامعة بتختار أفضل العناصر اللي تمثلها في الفرق الرياضية. الشرط يعني يكونوا رياضيين أو أبطال في الرياضة أصلاً. المهم يكونوا بارزين عشان هم اللي هيمثلوا الجامعة. وإحنا على مستوى الاتحاد بقى بناخد أبرز العناصر في الجامعات كلها وبنشكل فرق الاتحاد الرياضي المصري اللي هي بتمثل مصر في الجامعات. شوف بقى حضرتك على المستوى الدولي، على المستوى العالمي، احنا عندنا ميداليات محققة ذهبية وفضية وبرونزية ومراكز متقدمة في معظم البطولات على مستوى العالم كله. كويس قوي. بس حضرتك قلت يعني فيما تفضلت بيه
ان في الجامعات المصريه في اكثر من 3.5 مليون طالب نعم. وطالب، وده رقم مهول، يعني ده في دوله ممكن يبقى تعدادها 3 مليون. ال 3 مليون دول بطبيعه الحال اكيد في منهم بعض العناصر او الكثير من العناصر اللي هم بيلعبوا رياضه بشكل نظامي وبينتموا لانديه وحتى يعني لعيبه في منتخبات مصر. في بعض الاحيان لكن في المقابل في لعيبه تانية ما مارستش الرياضه بشكل احترافي، مش اعضاء في نوادي، ولكن بيبقى عندهم النواه اللي ممكن تطلع منهم بطل مستقبلي. بتتعاملوا ازاي مع الفئه دي تحديدا؟ ما هو احنا بنتعامل مع الفئتين طبعا. الفئه الاولى لان هي بيختار منها منتخبات الدوله اللي هي بتمثل مصر، ودول عاده معظمهم هتلاقيهم بيمثلوا منتخبات مصر في الانديه. اوكي. لان هو ده سن البطوله في معظم الالعاب. انا استاذ تربيه رياضيه وكنت عميد كليه التربيه الرياضيه وكنت نائب رئيس جامعه حلوان، يعني الرياضه بالنسبه لي مهنه. طب. فاحنا عارفين بنعمل ايه. الجزء الثاني اللي تفضل سيادتك يعني اشرت اليه، وانا اشكرك لهذه الملاحظه المتميزه جدا والذكيه جدا، ان احنا ابتدينا نشكل فرق من غير منتخبات الجامعات. يعني يبقى عنده فرقه مش المنتخب بتاعه، السكند والثيرد، واخد بالك، الثانيه والثالثه، عشان يبتدي يبقى عنده جيل ثاني وجيل ثالث، بحيث ان هو يبقى الاجيال ماشيه ورا بعضها. خد بقى السؤال المهم جدا، طب على مستوى جميع الطلاب الممارسه الرياضيه اللي انتوا لسه عاملين فقره دلوقتي تمرينات رياضيه. طب المشروعات القوميه بقى. منافسات، يعني ممارسه الرياضه في المطلق، ممارسه الرياضه كنوع من انواع الممارسه الحياتيه. انت عارف حضرتك ان الرئيس عبد الفتاح السيسي نزل شعار لينا احنا شغالين عليه بقالنا كذا سنه، ان الرياضه اصبحت قضيه امن قومي. فاذا معنى كده ان الرياضه لازم تكون جزء في حياه الانسان، تبقى وجبه رابعه. لان ليه احنا مش بنعمل دي عشان بس تقضي وقت حر وتمارس الرياضه؟ لا، ده احنا بنعمل كده عشان صحتك تتحسن. بلاش كده، لو انت طالب تحصيلك الدراسي يزيد، لو انت بتشتغل دخلك يزيد، انتاجك يزيد، ومن ثم حتى لو حسبناها ماديا انا عايز احسب لك بحيث الرياضه هتنفعك في ايه، ان تزود دخلك المادي عن طريق زياده عدد ساعات عملك. المشكله اللي احنا بنعيشها دلوقتي ان احنا عايزين الرياضه تمارس للجميع، فابتدينا نشتغل في مشروعات لجميع الطلاب الجامعيه، منها مشروع يمكن حضرتك هتسعد جدا لما تسمعه، وتسعد مين اللي هو اوحى الينا ان احنا نجتهد في هذا المشروع، الدكتور مجدي يعقوب. يا سلام، عظيم بقى. يعني لما نتكلم على مجدي يعقوب نتكلم على الدكتور رقم واحد في العالم. طبعا. صح الكلام، مليون في المية. احنا عندنا مشروع اسمه مشروع 10,000 خطوه. 10,000 خطوه. حلو. ان حضرتك تمشي في اليوم، وحضرتك لو فتحت التليفون هتلاقي حاجه اسمها سامسونج هيلث، بيديك عدد الخطوات اللي انت بتمشيها على مدار اليوم، والكالوريز اللي انت بتحرقه، والنبضات اللي انت بتعملها، ونسبه استهلاك الاكسجين، بيديك فعاليه الجسم في المشي 10,000 خطوه. احنا كنا عاملين المشروع ده على مستوى الجامعات لجميع الطلاب الجامعه، فكنا عاملينه 7,000 خطوه. في لقاء، وانا يعني يمكن لو في صور بتاعت الدكتور مجدي يعقوب تطلع. ايوه جنبنا اهو، شوف حضرتك معانا. قال لنا لا، ترفعوا ل 10,000 خطوه. تعالي، ده المقدار اللي في الانسان محتاجه في اليوم. في اليوم. في اليوم. لا، انا اقول لك مقوله بقى ليه، هو مشهوره جدا. يقول لك ان احنا لو عملنا حوالين كل مستشفى تراك للمشي، نسبة المرضى في هذه المستشفى هتقل 50%. والله المشكلة في التراك، ولا المشكلة ان احنا يعني بيبقى كل حاجة قدامنا وفي كسل، يعني هي دي النقطة. المنتاليتي عايز تتغير. ده اللي احنا عايزين نزرعه بقى من حيث بقى الإعلام، يبقى في ثقافة عامة وفي ثقافة عامة الرياضة والصحة. لأن كلمة ثقافة حتى مفهومها عند العامة مفهوم خاطئ. يعني ما تيجي تقول واحد أنت مثقف يقول لك الرياضة مهمة وكويسة وكذا، ده معارف رياضية. لكن معنى انك مثقف رياضيا انك انت لديك المعلومه وتمارسها. طبعا. هو ده مفهوم الثقافه. لان الشائع، في شائع غلط ما بين الناس ان مفهوم الثقافه مجرد معلومات. طبعا. لا، ده مهم جدا. فده مشروع قومي. الفئه العمريه اللي حضراتكم بتتعاملوا معاها فئه مهمه جدا 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 وقوه ضاربه، يعني طبعا. دي راس مال دول كتير تعدادها الاكبر من الشباب. احنا عندنا شباب واعي ومثقف وعارف كويس قوي اهميه ممارسه الرياضه الى اخره. نعم.
وعندنا في المقابل الامر لا يخلو، ده موجود في كل مكان في العالم، الشباب اللي هم ايه مكبرين دماغهم ومسقطين الجنزات ورايحين الجامعه زي جايين من الجامعه، لا بيحصلوا معلومات ولا بيحصلوا يعني اي فكر ممكن يزودهم ثقافيا او حتى يحسن مستواهم الصحي. صحيح. الشباب دول عشان نلحقهم، ومنهم طبعا اللي بيتجه للمخدرات الى اخره، عشان نلحق الشباب دول هل في اي دور الاتحاد اللي حضراتكم مسؤولين عنه طبعا بيلعبوا في هذا الاطار؟ طبعا عندنا دلوقتي احنا عندنا اكاديميه منشاه في الاتحاد بتنظم دورات ثقل ومحاضرات ثقل، وبتجيب كبار العلماء مش بس المصريين والاجانب عشان يتكلموا عن اهميه الممارسه الرياضيه. انت حضرتك الثلاثة مليون ونص ونص طالب اللي موجود، الطالب وطالبه اللي موجودين في الجامعات، هم دول عدة الدولة في المرحلة اللي جاية، هم دول اللي هيطلعوا بعد التخرج هيقودوا الدولة طبعا. فإذا طلعوا فيهم عيوب هتكون العيوب دي في الدولة كلها. فده مشروع من ضمن المشروعات اللي احنا بنعمله. عندنا مشروع تاني اسمه دراجة لكل طالب، ويمكن بتشوفوا الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيروح يركب دراجات في الكليات الحربية وفي الشارع وفي الكلام ده كله. هي كانت كمان دراجتك صحتك كانت مبادرة، ودراجتك صحتك ده شعار طلعناه. وبعدين مش كده وبس، ده احنا دلوقتي صنعنا عن طريق المصانع الحربية دراجات ونزلناها بأسعار منخفضة، ووزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي دعم هذه الدراجات وبيدي دعم مادي لكل فرد يشتري دراجة من هذه الدراجات. يعني شوف بقى الدولة حريصة على ايه، لان هي مشكلة الممارسة ايه، انك انت يبقى عندك معلومة انك تقدر تمارس بدون اي امكانات تكلفك، مجرد انك تمشي، ده مجرد ده ممارسة بس. طبعا المشي لازم يكون باسلوب معين، جوجينج بنسميها، خطوة تسمح انك انت الاجهزة الحيوية بتاعتك تشتغل، دراجة تركب دراجة. لذلك المدن الجديدة كلها لو تلاحظ عاملين طرق للدراجات، يعني بس دي طرق جديده بقى، لكن المدينه نفسها في بعض الشوارع اتكلم، يعني الزمالك متاح المهندسين يعني، بس في بعض الاماكن هنركب فين يعني، ما مش يعني معظم، يعني مثلا انا واحد ساكن في 6 اكتوبر في 6 اكتوبر في شوارع كتيره اتعملت حوالين الشيخ زايد، اتعملت يعني شوارع اللي يعني وسط البلد مش مؤهله قوي للنوع ده من يبقى هنستخدم وسيله للمشي في اي مكان من الاماكن اللي تسمح بالمشي. استخدم اي نوع من انواع الرياضه، خش اي نادي والعب اي لعبه من الالعاب المتاحه، او مراكز الشباب حسب المقدره، او مراكز الشباب دلوقتي اللي هي الدكتور اشرف صبحي دلوقتي عاملين اكتر من 4500 مركز شباب. ده في طفره حصلت في المركز، طفره في مراكز الشباب. فهو الفكره كلها ايه، ان احنا عايزين نزرع جوه ولادنا حب الرياضه، مش بس الاقتناع باهميه الرياضه، لا احنا عايزين القناعه دي تصل الى حد الاعجاب والحب في الممارسه عشان تتحول في نهايه المطاف الى نمط الى عاده يوميه يعني. طب خد بقى الكوارث اللي احنا داخلين عليها خير، اللي هي بقى يعني الموضوع اللي لازم نقف عنده نقفه كبيره جدا. احنا عندنا كوارث بتدمر البشر داخلين عليها. يعني انا دلوقتي في جميع المؤتمرات العلميه اللي انا بحضرها، انا الفتره اللي فاتت دي حضرت مؤتمرات في العراق وفي الكويت وفي ليبيا وفي الامارات وفي السعوديه وفي ليبيا، واخد بالك تحديدا كمان طبعا، وطبعا في دول افريقيه، اللي بنتكلموا عن دور الرياضه، خلي بال حضرتك، في مواجهه الاثار الجانبيه للتقدم التكنولوجي اللي احنا بنعيشه، الاي اي، يعني دور يصل الى ان هو هينقذ الانسان من الدمار. لا مش فاهمه انا شخصيا، انا اقول لحضرتك انا حضرتك، انت تقصد الذكاء الاصطناعي يعني، كل اساليب التقدم التكنولوجي ان جنرال والتحول الرقمي. طب والنانو ازاي تكنولوجي حولنا الى اجيال من القاعدين من الجالسين لا نتحرك. انا بدخل بيتي ولادي واحفادي واخواتي كلهم، كل واحد طول النهار ماسك الاجهزه وقاعد قدامها، كميه الحركه قد ايه اتحولت كل منتجاتنا وقدرتنا على الانتاج الى اجهزه وادوات. صحيح. كميه الحركه اللي كنا بنعملها عشان يتحرك فيها الجسم اصبحت، عايز اقول لك، معدوم صفر. لا لا ترو، انا متفق مع حضرتك، معدومه. انا قفلت امبارح السوشيال ميديا بتاعتي كلها بمناسبه الكلام، يعني شفت حضرتك بقى، عايز اقول لك افيت كتير يعني، ولسه النتائج ما حسيتهاش، بس اليوم بجد بتحس انك ما بتضيعوش، في حاجات تقدر تعملها تانية. انا طبعا بجد
طبعا وبتريحك اعصابك بتهدى، مش بقى يعني العاده اللي هي لا اراديه ان احنا بنمسك التليفون كل خمس دقايق دي راحت من عندي، ده في يوم واحد ما بالك بقى لو كملت. يعني انا متفق مع حضرتك 12 ساعه و14 ساعه قاعد على المكتب صحيح. لا يتحرك. قولي لي ده بعد كده هيبقى إدمان. صحته عامله ازاي؟ لا لا ادمان طبعا. فطبعا ده من اكثر التحديات التي تواجه الانسان. الاجهزه دلوقتي ده انت بيشيل لك القلب يحط لك جهاز مكان، صحيح يشيل لك المعده يحط لك جهاز مكان، بعد كده هتبقى مجموعه من الاجهزه مالكيش لازمه بقى خلاص، الاجهزه بتعمل كل حاجه. والدليل على ذلك اكبر المشاكل اللي احنا بنواجهها دلوقتي نوع من انواع البطاله نتيجه للتقدم التكنولوجي طبعا. لان اللي كان بيعمله الناس ابتدت المكنه هي اللي تعمله والاله هي اللي تعمله. لا بيقول لك في مذيعين بقى كهبوا ذكاء اصطناعي يعني. ما هو كده ابتدوا وغيره وغيره. ما هو كده بقى في كده. خد الكارثه الثانيه. لا النهارده اليوم صعب بقى مش كده مفاجات وكوارث والله. ما هو احنا يا جماعه عشان فعلا مخاطر كبيره. انا عاجبني قوي مقوله الرئيس لما قال ان الرياضه فعلا قضيه امن قوم، لان الرياضه اللي بتعمله في مواجهه التحديات اللي احنا بنشوفها من الاثار الجانبيه للتقدم التكنولوجي هي اللي هتنقذ البشريه. المجال الاول وانا بدعيها اهو وحاسب على هذا الكلام قولا وفعلا، المجال الاول اللي هيواجه اثار الجانبيه السايد افكت للتقدم التكنولوجي الرياضه. خد الجهه الثانيه. حضرتك بحكم منصبك وبحكم وجودك بشكل دائم مع تاني الفئه دي تحديدا من شبابنا المصريين شايفهم وشايف تفاصيلهم وشايف قدراتهم وشايف امكانياتهم، مطمن على اللي جاي بموجب اللي حضرتك شايفه الان؟ انا الان ومحتاجين ليه بقى؟ لان احنا محتاجين وسائل اعلام يعني اضعاف اضعاف المستخدمه حاليا عشان تبرز دور الرياضه في ان احنا نواجه الاثار دي ازاي. ده خد الكارثه الثانيه. الكارثه الثانيه اللي ممكن تبقى اكتر الاثار الجانبيه المترتبه عن التغيرات المناخية المتوقعة. طب وده الرياضة هتقدر تواجهه؟ اه شفت حضرتك ازاي؟ ايه دور الرياضة في شفت حضرتك سألت ازاي؟ الرياضة هتعمل دور هتلعب ايه؟ حضرتك تفتكر طبعا المؤتمر اللي اتعمل في شرم الشيخ. ايوه طبعا. وحضر رؤساء 40 دولة من أكبر دول العالم. ايوه. عشان نشوف هيعملوا ايه في مواجهة التغيرات المناخية. طيب التغيرات المناخية دي بيحصل ايه؟ أنت شفت اللي حصل في ليبيا. طبعا. وشفت اللي حصل في المغرب. ده في قرى كاملة العالم كله ده في قرى كمان اختفت من على سطح الارض. طبعا يعني حصل تغيرات. أيوه طبعًا في اسفل طبعًا الارض طبعًا ولسه متوقع بلعت القريه كلها. واخد بالك؟ أيوه. التغيرات اللي بتحصل في الرياح الارتفاع والانخفاض عن سطح البحر. ماشي بس ارجع واسال حضرتك نفس السؤال. الرياضه دي بقى فيها انا هقول لك اهو كل ده بيصاحبه ايه؟ تغيرات في نسبه الاكسجين وثاني اكسيد الكربون اللي موجود في الجو. طب حضرتك هتتنفس ازاي؟ أدربك إزاي؟ أجهزك إزاي عشان تواجه هذه التحديات؟ حركتك في دول أو في مسطحات تعلو أو تنخفض عن معدل سطح البحر. أنت عارف حضرتك أنا عملت بحث من الأبحاث، بحث دكتوراه كنت أنا مشرف عليه وتعمل في فلسطين، وخلينا ندعي أن ربنا ينقذ يعني ولادنا في فلسطين. أمين يا رب. والشعب الفلسطيني من الكارثه اللي هم فيها دول. وعايز ابعت من هنا باسمنا كلنا تحيه للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الموقف المتميز في مواجهه هذه المشكله والتعامل مع هذه المشكله في دعم هذا الاتجاه وتركيزه على دخول المساعدات و والكلام ده كله. صحيح. فطبعا ما اقدرش اعدي واتكلم اكيد وما اقولش احنا بس عايزين يعني نستاذن حضرتك ان انت تنورنا كمان مره، لان الحقيقه الموضوع شيق جدا ومهم جدا ومليان تفاصيل. طبعا للاسف وقتنا المتاح في الفقره دي بيوشك على الانتهاء. يا دوب نلحق نشكر حضرتك على وجودك معانا، نورتنا. كنت هقول لك الحته بتاعت التغيرات المناخيه وانا كان نفسي يعني انت احرار انا بس ملحوق ان شاء الله حضرتك تنورنا كمان مره. انا سعيد طبعا وشاكر للدعوه الكريمه نورتنا. وبشكركم على هذا الاهتمام، وأرجو أن احنا ندي اهتمام للممارسة الرياضية للجمهور كله، مش بس في ألعاب المميزة وطبعا في كرة القدم وهي لعبة شعبية وممكن نستغلها استغلال كبير جدا في نشر الرياضة. شوف بقى أنك تجيب حاجة الناس بتحبها وتستخدمها عشان الناس تلعب رياضة وتبقى الرياضة جزء في حياتها. أنا لما بستمتع بالحوار ما بسألش أسئلة كتير، فبجد أنا كنت حابة أسمع حضرتك جدا، وهنقول للحديث بقية لأن فعلا الوقت خلص، بس حضرتك طرحت ملفات كتير مهمة دكتور صبحي نورتنا. بس في ملاحظة أنا عايز أقولها. اتفضل. على فكرة بالرغم إن كنتوا دعيتوني وأنا جيت ليكوا، أنا مش أهلاوي. ها.
مفيش مشكله. انا زملكاوي لكن عاشق للاهلي. منورنا طبعا. على فكره دي جمله قويه جدا. من اعز اصدقائي زملكاوي عاشق للاهلي. يكفينا ان احنا نختم زملكاوي عاشق للاهلي. انا بقول اهو يعني كنت هناك مره فبيسالوني قلت له يا كابتن خطيب انا زملكاوي بس بتعالج. انما انما انا ان شاء الله اللي جاي مع نادي الزمالك ان شاء الله هيكون كله خير. هتشوف متاكد في المقابل كل اهلاوي يتمنى ان نادي الزمالك يرجع كعهده السابق ويرجع نادي الزمالك يبقى القطب الثاني من اقطاب كره القدم. لو العلاقه الرائعه ما بين الاهلي والزمالك صحيح. المنافسه الجميله صحيح. المنافسه الرياضيه الحلوه اللي هي بتدي طابع جيد للناس عشان يعشقوا الرياضه سواء اهلاويه او ده اصل الموضوع. وكده كده يعني ده هيكون لصالح اكيد الكره المصريه في النهايه. لو تاني دكتور والكريم. بشكر حضراتكم على تابعتنا الفقرة دي. فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. لسه متواصل أكيد عن مباراة الأهلي مع سان داونز وهنتكلم في تفاصيل كتيرة جدا وهنتكلم تحديدا كمان عن توقيت المباراة الساعة 3 العصر وهل ده هيؤثر ولا لا طبعا يعني على اللعيبة على الأداء وعلى النتيجة إن شاء الله كمان المتوقعة. هنتكلم في كل التفاصيل دي وكمان يعني مزيد من الملفات الأخرى المهمة جدا لحضراتكم. خلينا بس نرحب في البداية بكابتن أحمد سلامة مهاجم منتخب مصر السابق. صباح الهنا. صباح الفل استاذ نهاوند. صباح الفل استاذ كريم. صباح العسل منور الدنيا كلها. نور حضرتك. عندنا ماتش مهم جدا النهارده وتعالى قبل ما ندخل في الماتش وفي تفاصيل الماتش بما فيها النقطه اللي نهاوند اتكلمت عنها دي فكره التوقيت ودي مش اول مره بيتعمل معانا اللقطه دي التركات دي. تعالى تعالى نبتدي بس الموضوع من قبليه بسنه يعني الماتشين اللي فاتوا والاداء اللي انت شفته من النادي الاهلي في مباراتي سيمبا وشايف ان هيكون انعكاساتهم ايه في حال وجود دروس مستفاده من الماتشين دول لازم نراعيها ابتداء من النهارده. هو زي ما حضرتك قلت طبعا يعني بنتمنى طبعا التوفيق في البدايه للنادي الاهلي طبعا. اكيد مباراتنا او المباراتين اللي لعبناهم قصاد سيمبا طبعا كان في اداء يعني متفاوت شويه او يعني ما كانش بافضل شيء يعني على سبيل النتيجه وعلى سبيل الاداء. والناس شافت ان ماتش الذهاب بره ارضنا كان احسن أفضل. كان افضل بالظبط من ماتش العوده. بالظبط كان افضل وانت كان ليك الاسبقيه. يمكن احنا المشكله بس النادي الاهلي لما النادي الاهلي لما بيبدا يعني بيبدا المباراه بتاعته راكب المباراه المباراه بتفتح معاه بشكل كويس. لما بيحصل تراجع شويه في الاداء او تراجع او مش ماشيه على يعني على الناحيه التهديفيه بيدخل الفرقه معاه في الجيم وده مش صح. يعني الفرق بالذات الفرق اللي هي طبعا يعني سيمبا من التصنيف الاول او من الناس اللي هي الصفوه في الانديه الافريقيه ولكن احنا بنتكلم انه مش بنفس ليفل سان داونز ولا بنفس ليفل مثلا الوداد ولا الرجاء ولا الترجي ولا الفرق دي. فاحنا كنا بنفضل او كنا بنستنى من النادي الاهلي ان هو يحسم المباراه هناك وهنا زي ما حصل مع الترجي او الوداد تقريبا كسب بره وكسب جوه يعني كسب بره ارضه وكسب على ارضه فده برده بيدي لك دوافع كويس وبيتبني عليه الماتشات اللي بعد كده. الاداء كان يعني ما كانش افضل حاجه ولكن ما كانش سيء برده كان اداء في توازن بشكل كويس. ممكن لعيبه الاهلي حست شويه ان يعني سيمبا مش الافضل او مش الفريق اللي هو يعني مش بنلعب سان داونز او بنلعب مثلا وداد او بنلعب حاجه كلاس ايه فهندي بس جزء مش ال 100% من قوتنا بالظبط. فده كمان اثر ان الفرقه الثانيه بتلعب قصاد الاهلي فعندهم دوافع اكبر طبعا. تلعب قصاد زعيم القاره وكبير القاره فلازم ان انت بتطلع اقصى ما عندك. استعداد الفرق اللي بتلعب قصاد الاهلي بيكون استعداد مش 100% بيكون 200% استعداد مضاعف. الاهلي احيانا بيبقى اللعيبه بتبقى تلعب مش بالمية في المية طول الوقت يعني في مباريات بيحسوا وده يعني خلي بالك ده احساس طبيعي جدا للاعب. اللاعب لما بيلعب فرقه اعلى منه بيحس ان هو محتاج يدي مجهود مضاعف. لما بيلعب فرقه اقل منه اوريدي الدنيا بتبقى اخف فكه شويه فكه شويه بالظبط. طب ممكن اقول حاجه عشان فاروق هيروح مننا بس اتفضلي فاروق بيضيع مني والله فاروق بيضيع مني يعني هنروح لفاروق صلاح مراسلنا طبعا من جنوب افريقيا تحديدا وكواليس ما قبل مواجهه الاهلي وسان داونز. يعني فاروق بونجور عليك طبعا في البدايه وبالتوفيق طبعا وتغطيه هتكون اكثر من رائعه كالعاده احنا متاكدين من ده بس حابين نطمن كمان ان جماهير دلوقتي النادي الاهلي بيتابعونا
التغطية اللي تكون أو اللي بتكون لحظة بلحظة زي ما احنا معودينهم، عايزين نعرف الكواليس، عايزين نعرف كمان الاستقبال كان ازاي، عايزين نعرف درجة الحرارة، ردود الأفعال حول تحديدا موعد المباراة، عايزين نعرف كمان الغيابات الموجودة سواء في سان داونز أو في النادي الأهلي. أنا سمعت إن هم 8 غيابات حتى هذه اللحظة. عايزين نعرف منك كمان الإقبال الجماهيري من الجانب المصري والجانب الآخر، يعني كل ما لديك من معلومات أكيد هيكون مفيد جدا. تفضل يا فاروق. يعني في البدايه خلينا صب عليك انا هوند صباح التفاؤل، صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير على الكابتن احمد سلامه، وصباح التفاؤل على كل جماهيرنا جماهير النادي الاهلي. وخلينا اقول لك يا كريم الحمد لله على السلامه، نورت الشاشه ونورت برنامج 10 الصبح. منوره بيك يا الاهلي، وكنا مفتقدينك الفتره اللي فاتت. ربنا يكرمك. عايز اقول لك انا هوند، تقدري تقولي النهارده هو اجمل يوم من حيث الجو منذ قدومنا الى جنوب افريقيا. درجه الحراره حاليا بتتكلمي في ما بين 18 ل 20 درجه مئويه، ده افضل يوم من حيث الطقس من يعني من ساعه قدومنا الى جنوب افريقيا. نتمنى طبعا استمرار نفس درجه الحراره حتى موعد المباراه. طبعا تم تعديل موعد المباراه من الساعه 7 للساعه 3، امر لم يشغل بال النادي الاهلي او مستر كولر او اللاعبين، لان الدوافع اللي عند لاعب النادي الاهلي اكتر في هذه المباراه. مستر كولر وهو بيتكلم مع اللاعبين او كباتن النادي الاهلي الكابتن محمد الشناوي رامي ربيعه بيتكلموا مع اللاعبين، احنا جايين هنا واحنا واخدين كل حاجه السنه اللي فاتت، احنا ابطال القاره الافريقيه ومن واحنا على الطياره والله انا واندي يعني كلام اللاعبين، احنا جايين من جنوب افريقيا، احنا جايين نكسب، احنا جايين نلعب مباراه كبيره بندافع فيها عن كبريائنا ان احنا ابطال القاره الافريقيه. الامر ده منعكس تماما على اللاعبين في الروح المعنويه، في الحاله الفنيه، الحاله المزاجيه للاعبين، تركيز شديد جدا من جانب كل فرد داخل فريق النادي الاهلي، بدءا من رئيس بعثه النادي الاهلي الدكتور محمد سراج الدين وايضا الدكتور محمد شوقي، مرورا طبعا بالجهاز الفني، الجهاز الاداري الكابتن خالد بيبو والكابتن سمير عدلي، ايضا بكافه اللاعبين. في تركيز شديد جدا، في تفاؤل كبير جدا عند اللاعبين لامسينه من التدريبات اللي اداها الفريق على مدار اليومين الماضيين. طبعا الفريق خاض تدريبين على هنا في جنوب افريقيا، التدريب الاول كان على ملعب جامعه بريتوريا وهو يشبه الى حد كبير الملعب اللي هتقام عليه المباراه، بالامس كان التدريب الرئيسي على ملعب المباراه، ملعب بيتسع ل 50,000 متفرج. وخليني اقول لك ان واحد من اقدم الملاعب هنا في جنوب افريقيا، تاسس عام 1906 وكان واحد ضمن الملاعب الموجوده طبعا في كاس العالم 2010. بالامس كان يوم احتفاليه كبيره جدا هنا في جنوب افريقيا، يعني تقدري تقولي انا هواند جنوب افريقيا بالامس لم تنام، يعني احتفالات صاخبه، لان بالامس منتخب جنوب افريقيا للرجبي توج بطلا لكاس العالم للرجبي بعد فوزه على نيوزيلندا 12-11. بالامس كانت احتفالات كبيره جدا حتى الساعات الاولى من صباح اليوم في كل مكان في جنوب افريقيا. بعثه النادي الاهلي يعني فرضت يعني نظام شديد جدا على يعني مسؤولي الفندق، اغلاق الفندق بالكامل وتوفير جو مناسب للاعيب النادي الاهلي، واللعيبه كانت في عزله تماما عن الاحداث اللي كانت والاحتفالات اللي تدار في خارج الفندق. بالامس يوم رياضي كان كبير جدا، الاوساط الاعلاميه بتتكلم على المباراه الاهلي وصن داونز ان هي اصبحت واحده من كلاسيكيات القاره السمراء، يعني بعض الصحف اتكلمت انها قالت ان فريق ماميلودي صن داونز استمد جزء من شعبيته وجماهيريته من مواجهاته مع النادي الاهلي. جماهير جنوب افريقيا هنا عدد كبير جدا منهم بيرتدي تيشيرت النادي الاهلي عليه قميص بيرسيتاو، يعني بيرسيتاو بيتمتع بشعبيه جارفه، يعني اكثر الرياضيين اللي بيتمتع بشعبيه جارفه هنا في جنوب افريقيا، يعني تقدر تقولي اكثر كمان من لاعبي فريق ماميلودي صن داونز. يعني بيرسيتاو سواء مشجعي كايزر تشيفز اورلاندو ماميلودي صن داونز بيتمتع بشعبيه جارفه هنا في جنوب افريقيا. بالامس كان في مجموعه من اللعيبه الناشئين اللي كانت حريصه انها تكون متواجده مع بيرسيتاو وتسلم عليه، ايضا يعني الدعم اللي بنلقاه من الجاليه العربيه بالامس يا نهاوند يا كريم، امبارح الجاليه العربيه وعلى راسهم طبعا الجاليه الفلسطينيه اللي كانت حريصه انها تساند الاهلي في التدريب الاخير على ملعب لوفتس. بالمناسبه الملعب بيبعد عن مقر اقامه النادي الاهلي ب 15 دقيقه، مسانده مؤازره، حبهم وولائهم وانتمائهم للنادي الاهلي يعني مديهم البسمه الوحيده اللي يعني بيتكلموا معانا، قال لك البسمه الوحيده في هذه الاوساط هي النادي الاهلي. نتمنى النادي الاهلي يفرحنا بكره اللي هو يعني النهارده باذن الله ونقدر نحقق الانتصار. فاعتقد كانت لفته مهمه جدا
عايز اطمنك ايضا يا نهاوند على الامور اللي بتقال على غيابات فريق سان داونز. خليني اكد لك عوده لوكاس ريبيرو ومورينا وبيتر شلاويلي، اللعيبه اللي كانت بتغيب عن فريق ماميلودي سان داونز في اللقاءات الماضيه. يعني كلام كتير جدا، رولاني ماكوينا طلع قال عندي غيابات وبصلي عشان عوده اللاعبين. انا باكد لك ان فريق ماميلودي سان داونز باستثناء غياب مافالا اللاعب اللي كان تعرض للطرد من فريق بيترو اتلتيكو في مباراه بيترو اتلتيكو، تقدري فريق تقولي فريق سان داونز كامل العدد في هذه المباراه. طبعا الجانب الجماهيري تقدري برضو تقولي يا نهاوند 50,000 متفرج هيكونوا بيملأوا جنبات استاد لوفتس، نظرا لان مسؤولي فريق ماميلودي سان داونز قرروا فتح باب الاستاد للجماهير مجانا. طبعا بيبقى فيه يوم معتاد لجماهير ماميلودي سان داونز، بتبقى فيه حفله قبل المباراه بيوزعوا تيشرتات على الجماهير. اي فرد بيرتدي قميص ماميلودي سان داونز هيدخل من باب الاستاد مجانا. طبعا في تنسيق في النادي الاهلي، بالامس كان الاجتماع الفني اللي حضروا من جانب النادي الاهلي الكابتن خالد بيبو والكابتن سمير عدلي والعميد علاء صلاح المنسق الامني للنادي الاهلي لترتيب موعد وصول الفريقين للمباراه، تنسيق تواجد بعض الافراد الجماهير المصريه طبعا او الجاليه المصريه الموجوده هنا في بريتوريا لتنسيق دخولها. ان شاء الله الصوره تكتمل، المشهد يكتمل، التركيز اللي احنا لامسينه من اللاعبين، الجديه اللي عند لعيبه النادي الاهلي مع حاله الجو الممتازه النهارده يكون انعكاسها ان شاء الله انتصار للاهلي النهارده. يا نهاوند يعني بص أجواء رائعة جدا وطمنتني أنا شخصيا يا فاروق من كذا نقطة أنت ذكرتها. أتمنى كمان يكون في حضور على الصعيد الآخر، يعني لجماهير النادي الأهلي يكون برضو بنفس، مش هقول طبعا بنفس العدد، لكن أعتقد أن في جاليات كتيرة هناك وفي أعداد كبيرة جدا من الجالية المصرية كمان، مش بس الجاليات العربية تحديدا الجالية المصرية. فأتمنى إن شاء الله برضو يكونوا موجودين عشان يؤازروا النادي الأهلي، ده مهم جدا زي ما احنا عارفين. آخر حاجة بس عايزة برضو أتطرق ليها معاك، يعني سمعنا عن ملف التحكيم والكاف واختياره لبعض الحكام، طبعا هنتكلم مع كابتن أحمد سلامة عن النقطة دي تحديدا، لكن حابة أعرف منك ردود الأفعال، خصوصا أن أنت بتتكلم أن في بعض طبعا الحكم البنيني يعني معروف عنه بكثرة البطاقات يعني الصفراء تحديدا، فخلينا نطمن منك برضو على موضوع التحكيم. يعني بالنسبه والتحديد للويس دي جاندو الحكم البنيني، خليني اقول لك هو لم يدير اي مباراه من قبل لاي فريق مصري او للمنتخبات المصريه، دي اول مباراه لي هتكون مع النادي الاهلي. طبعا هو الاوساط او الكلام اللي طبعا بيقال على الحكم البنيني ان هو كثير الانذارات وكثير الكروت الحمراء، بعض الاعلاميين هنا واحنا بنتكلم معاهم بنتكلم ان فاروق معلش احنا انا اسفه جدا هنعود ليك مره تانية، بس هنا لازم نطلع فاصل للاذان ونرجع نكمل مره تانية حديثنا، خليكم معانا. طيب رجعنا لحضراتكم مره تانية وبنعتذر احنا ما عرفناش نعود لفاروق لان هو اتشغل حاليا مع يعني البعثه، لكن بنعود ليك كابتن احمد. ويمكن يعني كلمة أو التفصيلة الأخيرة اللي كنت بسأل فاروق فيها أنا وكريم قصة التحكيم، مش عايزين نقف عندها كتير، لكن مهمة برضو نعرف الطاقم التحكيمي، هل هو أدار أصلا مباراة كان الأهلي أو حتى منتخب مصر يعني متواجد فيها ولا لا، هل هو مشهور زي ما كنت بتكلم بالبطاقات الصفراء بنسبة كبيرة جدا معروف عنه، يمكن 66 بطاقة صفراء في تاريخه حتى هذه اللحظة، رقم كبير جدا. يعني خلينا نبدأ من هنا. اكيد طبعا، لكن انا بتكلم ان هو تقريبا ما قدرش اي مباراه صحيح لينا كانديه مصريه او لمنتخب مصر، لكن انا شايف ان هو في بعض الحكام بيحاولوا ان هم يعني يشيلوا البطاقات الصفراء كنوع من السيطره على المباراه، يعني اي التحام اي حاجه ما بيستناش ان الالتحامات تبقى اقوى او يحصل فيها خشونه اعلى او كده، فبيحاول يدي. لكن انا شايف انه المباراه اكيد يعني مش هيدي انذارات عمال على بطاله، يعني اكيد هيبقى لها سبب، فاهماني؟ انا شايف انه مباراه كبيره متشافه، مش من يعني مش من الحاجات اللي هي المميزه ليه كحكم ان هو يظهر بشكل سيء في مباراه زي دي. انا شايف انه هو اكيد هيدير المباراه بشكل كويس، لان ده اكيد المباراه حتى لنفسه لشكله هو شخصيا لتاريخه للسي في وللتحكيم كمان الافريقي، ان هو عايز يرفع من 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 قيمه التحكيم الافريقي، فاكيد كل الحكام اللي موجوده هو الحاجه الوحيده اللي هترفع قيمه التحكيم الافريقي ان يكون في تحكيم مظبوط. بالظبط هو ده، مش كل يوم والتاني احنا تقريبا تكاد تكون ما بتعديش علينا حلقه غير لما بنبدي اندهاش على قرار خاطئ ما من حكم افريقي ما في بطوله ما. بالظبط كلام حضرتك مظبوط 100%.
والاخطاء دي وارده جدا، لكن انا شايف ان هو الخطا لما يكون متعمد ده حاجه، او يعني حد قصد يخسرك او قصد يجي عليك، دي حاجه، دي جريمه يعني، ده جريمه بجد، لانك انت اللي بتقيم العداله على ارض الملعب، فلازم تكون عادل في بجد. الاخطاء برضو كابتن احمد ممكن تديك انطباع بان في شبهه سوء نيه. بالظبط، هي بس لو يعني الاخطاء برضو لازم اتعلم منها، مش لازم انا كل مباراه يكون عندي نفس الخطا او حاجه قريبه من الخطا ده، خلاص بدل احنا زميل ليا اخطا خطا معين في او خد قرار معين وانا عرفت ان ده خطا، خلاص ان انا اتفادى الخطا ده وابدا ان انا اتعلم. لازم يحصل ورش، محاضرات كتيره وتدريبات كتيره عمليه ونظريه للحكام بشكل كبير، وتطوير الاداء، لانه انت من اهم العناصر اللي موجوده في الملعب، انت اللي بتخلي اللعيب يركز في الملعب او يركز معاك. طبعا فلازم صحيح. اكون وكذلك الجماهير. بالظبط، والجماهير طبعًا. كمان بتتفاعل مع حاله الملعب والهدوء. خلي بالك المباراه بتبقى هاديه كده، تحس ان الاجواء كلها كويسه، الحكم في حالته تحس ان الاجواء كويسه، اللعيبه بتلعب مركزه، الجماهير مبسوطه، الحكم مش في حالته. بس الحقيقه ماتش النهارده بصفه خاصه كابتن احمد، بعيدا بقى عن التحكيم والملف ده، المباراه مش هتكون هاديه باي حال من الاحوال، وبصفه خاصه لما كمان كل الناس عارفه ان هم فاتحين باب الاستاد 18 ل 20 او حاجه زي كده زي ما قال فاروق، اكيد في الملعب هتبقى 55 يعني، هتبقى درجه حراره عاليه جدا يعني. طبعا. انا شايف لا، درجه حراره النهارده لو الجمهور داخل بالمجان للاداء الفني، انا شايف انه فريقين على اعلى مستوى من القيمه الفنيه والبدنيه والذهنيه والشخصيه. يمكن الاهلي تاريخه بيشفع له او بيديله الدوافع اكتر، بيجعله الافضليه والاسبقيه. انا شايف ان الاداء في الملعب، حاله اللعيب يوم المباراه يا استاذ كريم مهمه جدا طبعا. يعني ممكن طبعا. انا كمدير فني افضل اظبط اللعيبه واظبط طريقه اللعب واظبط الاسلوب بتاعي واظبط وكل حاجه ومظبط كل الامور، واجي يوم المباراه الاقي اللعيب مش في حالته. فدي بتبقى حاجه يعني بتبقى حاجه مش كويسه قوي من المباراه. مهم جدا لعيبتنا النهارده يكونوا في حالتهم. لعيبه الاهلي اكيد في الموعد طول الوقت، اللعيبه بتركز وبتشتغل على نفسها بشكل كبير جدا، عندهم اهداف كبيره شخصيه وللنادي ككبير للقاره. المباراه زي دي مباراه صعبه جدا على الفريقين، يعني مش على الاهلي بس ولا على سان داونز بس، لان كمان الاهلي ضيف تقيل جدا طبع. جدا عليهم هناك. الاهلي عنده لعيبه او تنوع في الاداء بشكل كويس، يعني عنده على الاداء اللي هو نوعيه اللعيبه اللي موجوده، تقدر تعمل لك الشق الهجومي كويس جدا، تقدر تعمل لك الشق الدفاعي كويس جدا. ده ياثر جدا او ده يدي سلبا على الفريق الخصم، ان انت اختراقاتك بتبقى قليله، وفي نفس الوقت انت بتبقى عامل حساب ان انت الفريق الاهلي عنده هجوم قوي جدا، فانا مش قادر اطلع بكل قوتي هجوميا، فببقى عامل حساب ان انا في جزء دفاعي لازم أأمن نفسي بشكل كويس، فده بيدينا الأفضلية طول الوقت. أنت عندك الحمد لله لعبتنا في بداية من الشناوي حتى المهاجم، إذا كان كهرباء أو مودست أيا كان مين اللي هيبدأ، لكن شايف إن أنت لما تبدأ باللعيبة دي، أنت عندك مجموعة لعيبة في نص الملعب من أفضل لاعبين خط الوسط في أفريقيا كلها. بالظبط، عندك أجنبي الملعب سواء هاني أو معلول من أفضل الناس اللي بتعمل الحتة الهجومية وفي نفس الوقت الحتة الدفاعية بشكل كويس. عندك الخط الهجومي على أعلى مستوى سواء حسين أو بيرسيتاو أو كهربا أو لو بينزل رضا سليم أو أيا كان مين اللي هيبدأ. عندك ربنا يسهل، ما كنتش فيه كعبالة في الفينشنج بقى وإهدار الفرص. هي مشكلة في دي، يمكن أنا كنت يعني بحاول إن أنا أظبط للنقطة دي، حتة إن أنت لازم تستغل كل الفرص اللي بتجيلك. إحنا مباراتنا مع سيمبا. مع سيمبا للاسف اهدرنا كم فرص طبعا. غريب جدا طبعا. احنا لو كنا جبنا الاجوال دي من البدايه، انت كنت ممكن تكسب 6 و7 الماتش ده صحيح. يعني سواء هناك او هنا، انت بجالك فرص هناك كتيره جدا، يعني طبعا. احنا بنقدر نخلق فرص وهنا كمان لكن ما بنعرفش نترجمها بشكل كويس طبعا. لا، انا شايف ان احنا ترجمه الفرص اهم جدا لانك انت اوريدي بتخلق فرص، انت اوريدي بتروح للمرمى الخصم بكتير، وعندك تنوع في الاختراق سواء من الاجنب او من العمق، وعندك مجموعه لعيبه سواء فردي او جماعي انت بتعرف توصل، ولكن انت حته الفينشنج بس مهمه جدا. يمكن احنا لما طلبنا ان احنا يبقى عندنا مهاجم سترايكر راجل صريح رقم 9، مهاجم صندوق، فرود محطه، فرود يعرف يجيب جول، يعرف يخلص لك مباراه، كنا ملحين جدا على اداره النادي ان احنا نوفر، وهم قدروا ان هم وفروا لنا مودست، لكن انا ما اعرفش الحاله الفنيه بتاعته، الجاهزيه البدنيه بتاعته، الاستعداد النفسي بتاعه، هل هو الرغبه في التواجد، انت جاي سيزون واحد او موسم واحد. مهم جدا كل مباراه بتعديك
بتحسب عليك، هل انت حابب ان انت تثبت نفسك بسرعه عشان تجدد موسم كمان تندمج بسرعه بالظبط عشان تندمج وتبدا تبقى تظهر بصمتك في نفس الوقت الموسم اللي جاي نقدر نجدد، ولا انت مثلا الموضوع بالنسبه لك هياخد وقت شويه؟ فاحنا كنادي اهلي ما بنقدرش، ما عندناش وقت ان احنا ندي فرص كبيره جدا للاعب لحد لما يجهز. هو يعني على المستوى الافريقي ده بيبقى مش متاح، ممكن على الدوري يعني يبقى الفرص بالظبط يعني بالظبط. بس احنا عندنا دلوقتي اولويات، الاولويات دلوقتي دوري السوبر اللي احنا متواجدين فيه. أكيد. بنهتم اكتر بتواجد اللعيبه او بان اللعيب يكون في اقصى حالاته الفنيه والبدنيه والجاهزيه النفسيه. فانا شايف ان انت لازم مودست يساعد نفسه علشان يحط رجله بشكل كويس. يمكن الناس كلنا يعني مستنيينه وكلنا منتظرين منه البصمه الفنيه طبعا. ويمكن هو احرز هدف في مباراه في الدوري وكنا مبسوطين جدا ان هو يمكن دي بالظبط المكنه طبعا. طلعت قماش، ان ده بديله خير ان هو ممكن الدنيا تتحرك معاه شويه او على الجانب النفسي شويه ان هو يبدا يحس ان انا بقيت داخل الفرقه واتاقلم وادخل انصهر جوه الفرقه اكتر. ده كان شايف ان هو لازم يبقى عنده شراسه اكتر في الحته اللي قدام دي. ما يعني ما بيكونش في تحرك كتير، ما اعرفش يعني هل هو ده عدم جاهزيه بدنيه ولا مثلا هو دي طبيعته يعني طبيعته ان هو بيستنى حاجات معينه سواء كرات عرضيه او سواء حاجه يلطشها بدون تحرك. لا، النادي الاهلي في الفتره الاخيره انا شايف والكوره على مستوى العالم بقت محتاجة ان الرجل المهاجم ده يبقى عنده برضه سرعات وانطلاقات، فاهمني؟ طبعا. ولازم ان هو كمان تحركاته كتير، لان انت بتعمل خلخلة في دفاعات الخصم وبتبدا تتحرك تحركك ده تلتين الشغل اللي ميسي بيعمله نتيجة التحركات والسكان اللي بيعملها بالظبط كده. وفي نفس الوقت انت لما بتتحرك بتبدا تدي فرصة لزمايلك اللي جايين من تحت ان هم يتحركوا عكسك، فبتدي عملية او بتفتح ثغرات في دفاعات الخصم، فتحركك ده بيدي افضليه لينا. فشايف ان انت لما تنزل كمودست لازم يبقى في تحركات اسرع، تحركات طيب. كابتن احمد يعني ايجابيه اكتر. انا عندي برضو يعني بجانب مودست لان ده ملف اكيد برضو مهم، انا بتكلم ان احنا عندنا مشكله كانت واضحه في الماتشين اللي فاتوا تحديدا في فكره ان انت ضيعت فرص، ففي اهدار فرص. انا قلقان وانا داخل المباراه دي تقرر مره ثانيه ولا لا. بس في نقطه ثانيه مهمه، القصه مش بس كان الاخطاء الواضحه للنادي الاهلي في اهدار الفرص، لا كان كمان ان انت بتخلي الكوره توصل لغايه الشناوي. ما هي القصه ان انا الدفاع عندي فين؟ في المباراه الاولى قلنا مثلا عبد المنعم ما كانش موجود، طب بس بعد كده انت ايه مشكلتك؟ ما هو برده خلي بال حضرتك الشناوي شال اجوال كتيره. أكيد. فهي قصه مش بس انا بوصل لمرمى المنافس وبهدر فرص وبلعب لعب كويس او بلعب جيم مفتوح او بعمل ميكس في بعض المباريات من الدفاع والهجوم، لا انا عندي مشكله ان انا بوصله لغايه مرمى الشناوي، فدي مشكله تانية. اكيد طبعا. لكن انا شايف انه يمكن لانك انت كنت بتلعب بثلاثه في نص الملعب، الستاره اللي قدام خط الديفنس بتاعك اللي هو دي كانت محتاجه ان انت تقوي كمان بلاعب خط وسط دفاعي اكتر. ولكن احنا لما لعبنا مثلا بقفشة فانت عندك يعتبر اتنين، مرة كان في كوكا وديانج ومرة كان نزل مروان مع ديانج وقدامهم قفشة. فانا شايف انه قفشة دور الدفاعي مش افضل شيء يعني. اكيد. فكان بيحصل الثغرات دي. ده رقم واحد. رقم اتنين ان انت كان عندك زيادات طول الوقت ان انت عايز توصل لمرمى الخصم، فبيحصل في الظهر برضو اختراقات من المهاجمين سيمبا. فانا شايف ان احنا لازم يحصل توازن. منطقه نص الملعب لازم يتلعب بثلاثه اقويه في نص الملعب، مدافعين اكتر. نادي سان داونز عنده نص ملعب قوي برضو على المستوى الفني والاستحواذ والباسنج اللي هو اللي بيتعمل في اعماق الدفاعات خصومه، فبيقدر ينقل الكره بسرعه. فلازم يبقى عندنا ثلاثه في نص الملعب. انا من وجهه نظري انا شايف انه الثلاثه ثلاثي نص الملعب لازم يكون ديانج وكوكا ومروان عطيه. الثلاثه دول هيقدروا ان هم يمسكوا لي نص الملعب بشكل كويس، ونبدا نلعب احنا في ظهر دفاعات سان داونز، لان اكيد هم على ملعبهم وهيكون في اندفاع هجومي شويه، ففي الظهر هيكون في مساحات كويس. انا شايف انه في البدايه يكون عندنا ثلاثي برضو، انا برشح لاما بيرستاو حسين الشحات كهربا عشان الانطلاقات، عشان كمان الانطلاقات، او يبقى بيرستاو لو كهربا
يعني في اضاعه اهداف كتير وكده وحابب ان هو يخلي لي الشوط الثاني، يبقى عندك بيرس تاو ورضا سليم وحسين الشحات، ودول هيعملوا لك الحته اللي هي المرتده بشكل كويس جدا. دي هتخليهم ان هم يخافوا ان هم يهاجموا بشكل كبير، لان في الظهر في انطلاقات كبيره في ظهر الدفاع. على ذكر بيرسي تاو، وانا هنا عايز اقف عند نقطتين ذكرهم زميلنا العزيز فاروق صلاح في تخطيطه اللي كان معانا فيها. اولا التفصيله المتعلقه بالجاليه الفلسطينيه ودعمها للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. احنا عايزين طبعا غير الشكر ده، احنا اللي عايزين نعرفكم ان احنا اللي بندعمكم، واحنا اللي بندعي لكم وبنتمنى لكم الثبات وبنتمنى لكم الصبر وبنتمنى لكم كل خير ان شاء الله. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي ذكرها فاروق صلاح تفصيله بيرسي تاو، طبعا هو نجم النجوم هناك عند الجماهير في جنوب افريقيا. فكره ان بيرسي تاو بيلعب ضد فريقه السابق، وبطبيعه الحال هو عارف كويس قوي قدراتهم وامكانياتهم وكل تفاصيلهم، الى اي درجه التفصيله دي ممكن تبقى مفيده بالنسبه لنا في الماتشين اللي جايين؟ اكيد ان هم يعملوا حسابه وهيعطلوا، هيعطل واحد هيعطل اثنين على الاقل معاه هناك في المكان ده، لان بيرسي تاو خلي بالك لعيب جيد جدا. وانا ايام ما كان فيه هجوم على ميكسوني وبيرسي تاو من فتره لكثره اصاباته وابتعاده عن الماتشات وعن الفورميشن الاساسي للفريق، لكن انا شايف ان هو لا، بيرسي تاو قيمه فنيه كبيره جدا طبعا. جدا واضاف كتير جدا جدا للنادي الاهلي، كما ان النادي الاهلي اضاف له كتير جدا. يعني بيرسي تاو خلي بالك، بيرسي تاو ما كانش ممكن يبقى بالجماهيريه دي لولا ان هو كان لاعب للنادي الاهلي او ما زال لاعب للنادي الاهلي. اي حد بيجي النادي الاهلي سواء مدرب او لاعب من افريقيا او من خارج، دي اضافه كبيره جدا، اضافه كبيره جدا ليه. يعني انا شايف ان هو بيكون تلاقي مثلا حد على الصفحه بتاعته 200 ألف متابع، بعد ما يجي الأهلي يلاقي بال 40 و 50 مليون متابع، تلاقي متابعات نقلت في حتة تانية خالص. فلا، النادي الأهلي بيضيف للاعيبته وبيضيف لمدربينه وبيضيف لأي حد بينضم للنادي الأهلي. لكن ده ما يقللش أو ده ما يمنعش إن بيرسي تاو قيمة فنية كبيرة جدا. عنده يعني حسم أكتر من مباراة قبل كده للنادي الأهلي، كانت مباراة صعبة بحلوله الفردية والفنية. لعيب بتقدر تلعب بيه كوينجر او بتلعب بيه كسترايكر، بيعرف يجيب جول، بيعرف يصنع جول، بيعرف يتحرك كويس، تحركاته كلها ايجابيه وبفاعليه. لعيب محبوب وسط زمايله، ده واضح جدا انه بيدوروا عليه في كل حته في الملعب يبصوا له، فهو يعتبر مفتاح لعب كويس جدا جدا للنادي الاهلي. هيعطل اكيد هناك، زي ما محمد صلاح بيبقى في منتخب مصر او حاجه تلاقي في واحد او اتنين معطلين في الحته دي، فاكيد بيخفف الضغط عن زمايله في الناحيه الثانيه زي حسين الشحات او رضا سليم او الكلام ده كله، ان بيبقى الاهتمام بيه اكتر فبيبدا يفتح ثغره في الاتجاه الاخر. لو الفرود عندك متحرك او الفرود عندك بيقدر يخلص، اكيد برضه بيديله يعني بيفتح شويه. خلي بالك خط الديفنس ده المفروض ان هو يكون يعني في تلاصق شويه او في تقارب شويه، لما يكون عندك لعيب فتح الخط شويه ولعيب كويس ومهاري بيبدا يفتح معاه الباك اللي ناحيته اللي هو الباك الرايت او الليفت ايا كان ناحيه اللاعب الوينجر، فبيفتح معاه هناك فبيبدا يسيب ثغره بيبدا يتحرك فيها المهاجم او الناس اللي جايه من تحت زي ما كان بيعمل حمدي فتحي قبل كده او امام عاشور او دلوقتي ديانج او دلوقتي ايا كان او قفشه او ايا كان لعيب خط الوسط اللي بيضرب في عمق دفاعات الخصم. فانا شايف ان بيرسي تاو دوره مهم جدا جدا في مباراه النهارده، ان شاء الله ربنا يكرمه ويكون في حالته ويقدر يفيد النادي الاهلي ان شاء الله. توقعات بقى قبل ما نختم. بحب انا السؤال ده. ماشي. والله الوقت الساعه كام؟ يا دوب. تمام. ده وقت التوقعات بالصدفه؟ حلو قوي. ده وقت التوقعات. ايوه. كام تقريبا؟ انا شايف ان النادي الاهلي يعني لو تعادل هناك. برضه لو تعادل هناك 1-1. ده لو دي بقى مبنيه على ان احنا احتمال نخسر يعني ولا تعادل؟ لا 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 ان شاء الله. لا 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 انا بقول سيناريو، لكن التوقع انا شايف ان الاهلي ان شاء الله ممكن يكسب هناك 1-0. لان النادي الاهلي هم هيبقى فيه دفاع هجوم كبير ويبقى في ظهرهم مساحات كويسه، وانا شايف ان احنا بنستغل دي بشكل كويس سواء من على الثلاثي اللي انا قلت عليهم بيرسي تاو او حسين او كهربا او رضا سليم ايا كان مين اللي هيبقى موجود منهم، هيتحركوا فيها كويس وانا متاكد ان شاء الله ان هيحرزوا منها هدف النهارده. المهم ان الاهلي النهارده هيحرز اهداف طبعا ان شاء الله. الاهلي هيحرز اهداف ويحافظ على نظافه شباكه لو لا قدر الله جينا بتعادل، انا شايف ان احنا هنا هنقدر نحسم، لكن هناك لما نكسب لما نتعادل مش هنخسر ان شاء الله. انا اتمنى ان شاء الله تكون مباراه قويه على الصعيد الفني وعلى صعيد النتيجه باذن الله كابتن احمد، وان كان الوقت قصير بس اكيد ده مكانك تنورنا تاني باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا لك على خير قريب باذن الله. شكرا جزيلا ان شاء الله على وجودك معانا، واكيد الشكر موصول لمشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم على حسن المتابعه. ان شاء الله بكره باذن الرحمن نعيشنا وكان لنا عمر نستهل الحلقه بجملتك وقولك المعطور. صباح النصر. شكرا.